بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة مع. سهرة مع النهاردة هيكون حلقة خاصة جدا، هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة جدا 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 حدثت خلال الفترة السابقة. خلال الفترة السابقة الحقيقة كان هناك شهر ونص بعد أو قبل بداية شهر رمضان المعظم، قعدنا شهر ونص الحقيقة لأن كان هناك بعض الأمور التي تحدث داخل قناة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم سمعتوا، زي ما حضراتكم عارفين، هناك تطوير وإجراءات جديدة سيتم اتخاذها داخل قناة النادي الأهلي، كل ده هيبان إن شاء الله يوم 15/7. ولكن لما توقفنا لمدة شهر ونص، بعض الناس أو البعض الحقيقة داخل الوسط القروي تخيل أن النادي الأهلي عندما يسكت أو عندما لا يستطيع أن يتكلم في أي شيء، لأن طبعا القناة كانت واقفة لمدة شهر ونص، تخيل البعض أن سكوت النادي الأهلي من خلال هذه الفترة هو سكوت ضعف أو كسر عين. هم بيقولوا كده، هو ده كلامهم، هي دي طريقتهم، هو ده أسلوبهم، إن النادي الأهلي أصله ضعيف فمش قادر يرد، ساكت لأنه مكسور عينه. ولكن الحقيقة عكس كده تماما. زي ما قلت لحضراتكم، خلال الفترة اللي فاتت الكثير والكثير تطاول على النادي الأهلي وتطاول على جمهور النادي الأهلي وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي. هنرد ومش هنسكت وهنتكلم في كل شيء، ولكن بطريقة النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي وبمبادئ النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي مش هيسكت على حاجة ولن يتكلم أو لن يترك حقه في أي شيء. مش هيترك حقه في أي شيء ليه؟ لأنه النادي الأهلي هو اسم النادي الأهلي الكبير، هو عظمة النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي دايما بيفضل وراء كل شيء، ولكن بالقانون وبمبادئ النادي الأهلي. النادي الأهلي عمره ما بيسيب حقه، لأنه عارف أنه وراه جماهيرية، وعارف أنه وراه ملايين من الجماهير اللي بتقف خلف النادي الأهلي. الحقيقة قبل بس ما أبدأ أتكلم في الأمور اللي عندي الكتير النهاردة، فوجئت النهاردة أو امبارح الحقيقة، وقعدت أضحك كالعادة، أن هناك بعض الإعلاميين وعلى السوشيال ميديا بيقولك أن هناك تراشق ما بين النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي وما بين قناة نادي الزمالك. بعض الإعلاميين منهم الأستاذ خالد أبو بكر مثلا، الأستاذ خالد أبو بكر كتب كده أن هناك تراشق ما بين قناة النادي الأهلي وقناة نادي الزمالك، الحقوا شوفوا إيه اللي بيحصل والكلام ده كله. وحضرتك كنت فين يا أستاذ خالد وبقية الإعلاميين والناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا؟ حضراتكم كنتوا فين لمدة سنتين؟ ده سنتين، ده أنا بقول كده بس من ساعة ما الواحد اشتغل في قناة النادي الأهلي، أو سنة ونص من ساعة ما الواحد اشتغل في قناة النادي الأهلي. وحضراتكم كنتوا فين من كمية الإساءات والبذاءات اللي بتخرج على النادي الأهلي وعلى مجلس إدارته وعلى جمهوره؟ حضراتكم كنتوا فين وكنتوا ساكتين ليه؟ اشمعنا دلوقتي لما النادي الأهلي ابتدى يرد ويرد في إطار الاحترام والأدب ومبادئ النادي الأهلي، حضراتكم طالعين تقولوا هو أنتوا بتردوا ليه؟ ما ينفعش تردوا، الحقوا في تراشق ما بين قناة النادي الأهلي وقناة نادي الزمالك. هذه ليست الحقيقة. النادي الأهلي بيرد وبيوضح بعض الأمور وهو ليس في مجال الاتهام. خلي بال حضراتكم، الأستاذ خالد أبو بكر مثلا طلع واتكلم وقال إن في تراشق هنا وتراشق هنا وتراشق هنا. احنا ما بنتراشقش مع حد، النادي الأهلي أكبر وأعظم من هو يتكلم في هذه المواضيع، ولكن احنا بنوضح لجمهورنا إيه اللي بيحصل، احنا بنوضح لجمهورنا احنا هنعمل ايه خلال الفترة اللي جاية، لانه الاجيال اختلفت، الامور اختلفت. اصبحت انا ولادي بيقولوا لي، وولاد حضراتكم كجمهور للنادي الاهلي، ولادي وولاد حضراتكم وولادنا في كل حتة بيقولوا لنا ايه دلوقتي. انا ابني لما بيشوفني يقول يا بابا انت ما بتردوش ليه، انتوا ما بتردوش ليه على كم الاساءات والبذاءات اللي بتحصل؟ هو ليه انتوا ما بتتكلموش في هذه الامور؟ ده النادي الأهلي أكبر وأعظم من كده، النادي الأهلي هيفضل طول عمره كبير وعظيم. هو ليه حضراتكم ساكتين؟ إحنا الحقيقة ما كناش ساكتين، ولكن كنا دائما ما نترفع عن الرد، وعمرنا ما هنرد إلا بالطريقة اللي إحنا عايزينها، وعمرنا ما هنرد إلا بالكيفية اللي إحنا عايزينها وفي الوقت اللي إحنا عايزينه. بالمناسبة أمور كثيرة جدا وكلام كتير جدا زي ما حضراتكم بتسمعوا. طب هو حضراتكم يا إعلاميين ويا اللي بتكتبوا على السوشيال ميديا هم قلة الحقيقة، حضراتكم كنتوا ساكتين ليه خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا؟ ساكتين ليه على كم البذاءات وكم السب اللي بيحصل؟ هو للنادي الأهلي بس؟ لا، مش للنادي الأهلي بس، للنادي الأهلي ولرموز كثيرة داخل الوسط الرياضي. هو دلوقتي بس
لما النادي الاهلي بيرد بطريقته وبالقانون، كل حاجة بالقانون. وهقول لحضراتكم دلوقتي لان في ثلاث قرارات تم اتخاذها النهاردة او ثلاث خطابات تم اتبعتت النهاردة، هقول لحضراتكم عليها ثلاث خطابات مهمة جدا. هو ليه حضراتكم مستنيين نسكت؟ ليه حضراتكم عايزيننا نفضل ساكتين؟ عمرنا ما هنسكت، وعمرنا كمجلس إدارة هنا، يعني مجلس إدارة النادي الأهلي عمره ما بيسكت على حق من حقوقه، ولا هيسكت على حق من حقوقه. ولكن هو بالبلطجة ولا بالصوت العالي؟ لا، مش بالبلطجة ولا بالصوت العالي، بالقانون. هو فين حضرتك؟ كنت فين يا أستاذ خالد لما أحد الأشخاص في الوسط الرياضي طلع وشتم النادي الأهلي؟ وحضرتك محامي ومحامي كبير وعارف إيه اللي بيحصل، وعارف إن ما ينفعش حد يطلع ويتكلم بهذا الأسلوب. هو ليه؟ هو حضرتك كنت فين؟ حضرتك والإعلاميين اللي بيتكلموا في هذا الموضوع والبعض الأقلام القليلة على السوشيال ميديا، هو حضراتكم كنتوا فين خلال الفترة السابقة؟ أنا هكلمكم على سنة ونص أنا كنت موجود فيها. سنة ونص دي شفنا أو دقنا الأمرين الحقيقة، يتم إكالة السباب والسب والقصف لكل الأسماء اللي حضراتكم عايزينها، لكل الأسماء اللي حضراتكم عايزينها وعايزين تسمعوها، واحنا ساكتين. يقول لك اسكت. ولما النادي الاهلي ابتدى يرد في اطار الاحترام والادب والاخلاق والمبادئ اللي عارفها النادي الاهلي وبيشتغل عليها دايما النادي الاهلي، لقينا حضراتكم طالعين وهم قله. انا كل شويه هاكرر هذا الموضوع لانهم قله، بس انا قعدت اضحك، قعدت اضحك من اللي بيحصل واللي بيتقال. هو انتوا بتتكلموا بجد؟ هو انتوا كنتوا فين؟ هو انتوا كنتوا فين؟ وبعدين هي الفكره، على فكره الفكره مش فكره رد، هي فكره لكشف الحقائق. وبالمناسبه انا مش هتكلم كتير، انا مش هتكلم كتير النهارده، انا جايب لحضراتكم فيديوهات مين بيقول ايه وبيرد على مين. انا ده ما كانش اسلوبي الحقيقه، ولكن لقيت ان احنا لازم نوضح الحقائق او نكشف الحقائق لجمهور النادي الاهلي اللي هو طبعا عارف كويس جدا ان هذه الحقائق. ولكن في النهايه بتفضل تضحك بأن أنت بتستغرب جدا جدا. النادي الأهلي سلك كل الطرق القانونية للوصول إلى أن ما جماعة مش عايزين حد يطلع يشتم ولا حد يطلع يسب ولا حد يطلع يقذف الناس ويخوض في أعراض الناس، مش عايزين الكلام ده. النادي الأهلي عمل إيه؟ النادي الأهلي بعت 13 جواب للأستاذ مكرم محمد أحمد. تخيلوا حضراتكم 13 خطاب واربع خطابات للاستاذ دكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب. تخيلوا حضراتكم النادي الاهلي بيسلك كل الطرق القانونيه، كل الطرق القانونيه. ليه ما حدش بيرد علينا؟ ليه ما حدش بيقول لنا يا جماعه هيحصل كذا 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 الفتره اللي جايه؟ ليه حضراتكم ساكتين على الكلام ده؟ واوعوا تفتكروا او اوعى حد يفتكر ان النادي الاهلي ضعيف زي ما بيتقال، او قله طبعا اللي بتقولوا حضراتكم عارفين هم مين، ولا النادي الاهلي اصله مكسور العين. احنا عمرنا ما كنا مكسورين العين ولا عمرنا كنا ضعاف، لان النادي الاهلي عظيم وكبير وهيفضل دايما كده. فبعد اذن حضراتكم الناس اللي بتتكلم في هذا الامر، الاستاذ خالد وبقيه والقله من الاعلاميين وبعض الاقلام على السوشيال ميديا او بعض البوستات على السوشيال ميديا، فكروا الاول قبل ما تتكلموا. وانا بالحقيقه انا مستغرب جدا من الموقف، موقف غريب وعليه علامات استفهام كبيره جدا جدا، علامات استفهام تخليني افكر في امور اخرى الحقيقه مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي، لان الناس كانت بتتكلم وبتشتم في النادي الاهلي وبتسب اعراض النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهور النادي الاهلي. وحضراتكم كنتوا فين؟ عمري ما شفت بوست لحد فيكم بيتكلم كلمه كده ولا كده، ولا بيقول اوقفوا اللي بيحصل ده او وقفوا اللي بيحصل ده. حضراتكم عايزيننا ساكتين؟ عمرنا ما هنسكت. ولكن عندما يرد النادي الأهلي يرد بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب وبمبادئ النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي وفي الوقت اللي النادي الأهلي عايزه. عارفين ليه؟ لأن احنا النادي الأهلي. أهلي أنا أصل اللعبة دي، أهلي
وعزيمة حديد عمرها ما تموت. مرضى شباب مهزوم أو مهما وقعت بقوم أقوى وفي أحسن حالاتي. أخويا وجاري وقريبي وأحبابي وساعة الماتش على القهوة مع أصحابي. أنا الأهلي أنا المبدأ أنا الأخلاق ويوم عن يوم يزيد ملايين من العشاق. أنا الأهلي تعدي حدود انا الاهلي. جماهير ضحت عشاني كتير ابطال عايشين في القلوب ما تموت. اسمع اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شايفين ماذا او زي ما حضراتكم دائما بتتساءلوا ماذا فعل النادي الاهلي خلال السنتين الاخيرتين. النادي الاهلي خلال السنتين الاخيرتين وانا هتكلم على السنتين اللي فاتوا بس مش هتكلم على اللي قبل كده، ولكن خلينا نتكلم على الاخر سنتين. النهارده تحديدا ثلاث خطابات من النادي الاهلي راحت اولا للاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ثاني خطاب الأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثالث الخطابات أو هناك ثلاث بلاغات تم تقديمها للسيد النائب العام المستشار حمادة الصاوي بخصوص حفظ حقوق النادي الأهلي وردع كل التجاوزات التي تحدث. ده اللي حصل النهاردة بس، لكن اللي حصل قبل كده إيه؟ وهقرأ لحضراتكم دلوقتي خطاب النادي الأهلي الموجه للأستاذ الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس الشعب. ولكن النادي الأهلي عمل إيه السنتين اللي فاتوا دول؟ النادي الأهلي خاطب اللجنة الأولمبية بالعديد من الخطابات الرسمية للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وردع المتجاوزين. النادي الأهلي بعت لاتحاد كرة القدم السابق، حضراتكم فاكرين السابق اللي هو اللي كان فيه المهندس هاني أبو ريدة وبقية الأعضاء اللي متواجدين. النادي الأهلي بعت اتحاد كرة القدم السابق وبعت أيضا للجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم العديد والعديد من الخطابات للمطالبة برد التجاوزات التي تحدث في أو ضد النادي الأهلي خلال الفترة السابقة. أيضا هناك بعض المؤسسات، كل جهات الدولة وكل مؤسسات الدولة النادي الأهلي خاطبهم وتكلم وبعت جوابات رسمية، مش مجرد كلام بنقوله، جوابات رسمية اتبعتت لكل جهات الدولة زي ما قلت لحضراتكم، اللجنة الأولمبية، اتحاد كرة القدم السابق، اتحاد كرة القدم أو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري الآن وكل جهات الدولة. طيب هو النادي الأهلي بيعمل كده ليه؟ النادي الأهلي بيعمل كده لأن النادي الأهلي عنده مجلس إدارة واعي دائما ما يحافظ على وحدة الصف المصري الواحد، وحدة الصف المصري الواحد. مش عايزين ندخل فتن، مش عايزين نعمل إثارة بلبلة، ولكن في نفس الوقت محدش رد علينا لغاية دلوقتي، محدش قال لنا يا جماعة والله هيتم اتخاذ الإجراءات القادمة كذا وكذا وكذا وكذا. ما حصلش لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دي، محدش بعت أي رد من كل هذه الجهات اللي أنا اتكلمت فيها مع حضراتكم. ولكن تحديدا النهاردة زي ما قلت لكم خطاب النادي الأهلي للسيد الدكتور الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. أنا هقرأ لحضراتكم الخطاب ده لأنه فيه رسائل هامة جدا. السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد. مجلس إدارة النادي الأهلي يهدي لحضراتكم لسيادتكم أرق تحياته وتمنياته لكم بدوام التوفيق لخدمة الشعب المصري والحفاظ على حقوقه، إذ يرفع الأمر إلى مجلسكم الموقر متسائلا كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون. لقد تقدمنا لسيادتكم بشكاوى عدة ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته ورموزه، ولم يتوقف المذكور عن السب والشتم والخوض في الأعراض وتوزيع الاتهامات الباطلة عبر وسائل الإعلام دون حسيب أو رقيب. كما تقدمنا في ذات الوقت بالعديد من البلاغات أمام كافة الجهات المختصة وفي مقدمتها معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون
عن تجاوزاته وتطاوله على النادي الأهلي ومسؤوليه مثلما يحدث مع كل أفراد الشعب، لكن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المذكور حالت دون خضوعه أمام جهات التحقيق، وكل البلاغات التي تم تقديمها ضده لا زالت حبيسة الأدراج. وأمام إصرار غير مفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، خاصة أن مجلسكم الموقر هو المنوط أولا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراد وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط. وعليه إزاء ما سبق، وبعد أن أصبح القانون لم يعد طريقا كافيا للحصول على الحقوق المشروعة في وجود حصانة برلمانية تحمي كل تصرفات صاحبها السيئة دون رادع قانوني، لذا برجاء التفضل بموافتنا بالطريقة المشروعة التي يجب أن يسلكها النادي الأهلي ومجلس إدارته للحصول على حقوقهم القانونية من رئيس نادي الزمالك المتجاوز، خاصة وأننا على ثقة بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون كل الحرص على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتحية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. أيضا زي ما قلت لحضراتكم جواب من السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أو جواب بعث لمجلس النواب. أيضا الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. للحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي ارتأى أنه يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصعيدها إلى أقصى درجة، عشان كده النادي الأهلي دائما ما يسلك الأمور القانونية أو أوجه القانونية في الوصول إلى حقوقه وحقوق ناديه وحقوق جمهوره وجمعيته العمومية. أيضا ثلاث بلاغات تم تقديمها للسيد النائب العام بخصوص حفظ حقوق النادي الأهلي وردع كافة التجاوزات التي تحدث على النادي الأهلي. هو حضراتكم بقى كنتوا فين يا أستاذ خالد وبقية الإعلاميين اللي هم قلة، يعني لما حضراتكم بتشوفوا الجوابات دي، والنادي الأهلي دايما بيحاول يحافظ على الحقوق ويحافظ على كل شيء من خلال القانون، القانون فقط هو اللي دايما بيستعمله النادي الأهلي في طرقه للحفاظ على مكتسباته وعلى جمهوره وعلى مجلس إدارته. حضراتكم كلكم كنتوا فين؟ حضراتكم مش شايفين اللي كان بيحصل السنتين اللي فاتوا؟ ما شفناش حضراتكم حد بيطلع يكتب بوست مثلا ولا حاجة، عيب يا فلان اللي انت بتقوله، ما ينفعش تقول الكلام ده، انت فتنة في الوسط الرياضي، انت كذا في الوسط الرياضي، ما ينفعش. ما شفناش حضراتكم حد بيتكلم بهذا الشكل ولا بهذا الأمر. ولكن لما النادي الأهلي عندما قرر أن يوضح بعض الأمور لجمهوره من خلال قناته، قناة النادي الأهلي، حضراتكم انتفضتوا والحقوا والتراشق. عمرنا ما بنتراشق مع حد، احنا أكبر بكتير من أي حد عشان نتراشق معاه، أكبر بكتير من أندية موجودة الحقيقة، ومش بالكلام برضو دايما. أنا لما باجي أتكلم ما بتكلمش بالكلام، ولكن أنا بتكلم بالأرقام وبالإحصاءات وبكل شيء. النادي الأهلي هو نادي القرن، هو نادي القرن اللي دايما الناس بتنظر له على أنه حاجة كبيرة جدا. هو ليه حضراتكم ما شفتوش الكلام ده كله وشايفين بس رد النادي الأهلي، وهو اللي هو مش رد على أي اتهامات أكتر من أنه هو توضيح للحقائق. أتمنى أن حضراتكم تعيدوا النظر في مثل هذه الأمور، أتمنى أن حضراتكم تشوفوا إيه اللي بيحصل أو إيه اللي حصل خلال السنتين اللي فاتوا مع النادي الأهلي. الحقيقة عندي مواضيع كتيرة جدا، أنا لسه ما بدأتش الحلقة، ولكن الموضوع ده استوقفني، الموضوع ده خلاني أقعد أضحك كده وأشوف هو ليه الناس دي بتعمل كده، هي ليه لهم كل الاحترام مش قصدي شيء، ولكن هم ليه بيعملوا كده وليه بيقولوا كده في حين أن سنتين ثلاثة النادي الأهلي يتعرض لكل البذاءات والسب وكل شيء حضراتكم كنتوا بتسمعوه، ويترفع النادي الأهلي دائما عن كل هذا الرد. فاستغربت جدا، ولكن النهاردة الحقيقة عندي مواضيع هامة جدا هتكلم فيها مع حضراتكم خلال الساعة وشوية اللي جايين، وبعد كده عندي ضيفين هامين جدا 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 هنتكلم معاهم في أمور كثيرة تخص النادي الأهلي. الأول هيكون معايا المحامي الأستاذ طارق جميل سعيد، هتكلم معاه في أمور تخص المحاماة. أنا الحقيقة احتجت أن أنا أجيب حد
داري بأمور المحاماة وبأمور الحصانة عشان يكلمنا في هذه الأمور من الناحية القانونية. أيضا في الجزء الأخير اللي هيكون حقيقة جزء كبير شوية، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. المدير التنفيذي في النادي الأهلي دايما ما بيطلعش كتير، ولما بيطلع بتكون معاه الحقائق موضحة بالصور وبكل شيء، بالصور وبالأرقام وبالمستندات زي ما حضراتكم شايفين. هنتكلم كتير جدا جدا في حفظ حقوق النادي الأهلي مع العميد محمد مرجان، ولكن هنكمل حلقتنا بعد الفاصل. انتظرونا، وتقرير هام جدا أعتقد أنه هيعجب كل جمهور النادي الأهلي. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز ابدا مع حضراتكم الحلقه بشخصيه كرتونيه كانت عايشه معانا من واحنا صغيرين، شخصيه كرتونيه اسمها بينوكيو. بينوكيو ده كان كل ما بيكذب مناخيره بتطول، كل ما بيكذب مناخيره بتطول. خلينا نطلع نشوف التقرير ده وهرجع اتكلم على بينوكيو. الواقع والخيال متشابهان، فالحياة مليئة بالشخصيات التي تشبه الكرتون، وشخصية اليوم تشبه كثيرا الشخصية الكرتونية بينوكيو الكاذب. فبعيدا عن مؤامرات بينوكيو التي أبدع فيها الروائي الإيطالي كارلو كلودي في كتابتها في إحدى رواياته التي ترجمت لأكثر من لغة، إلا أن بينوكيو الكاذب يشبه كثيرا إحدى الشخصيات التي هبطت على الرياضة المصرية بالباراشوت، فكل منهما يتميز بالكذب. فبينوكيو الكرة المصرية يهدد عرش الكرة المصرية، ولم يسلم من لسانه أي رياضي سواء ينتمي لناديه أو للمنافسين بسبب كذبه وافترائه على الآخرين واستخدامه لنفوذ ليس من حقه. بينوكيو الرياضة المصرية راح يكيل الاتهامات للرياضيين والمنافسين سواء داخل مصر أو خارجها، ويتهمهم بالرشوة والتشكيك في ذمامهم حتى تكبر مناخيره التي اعتادت أن تتغذى على الكذب الذي تربى وترعرع عليه. فهو تعود على الكذب ليقوم بدور البطولة المزيفة، وينقي الشوك من على ثوبه وكأنه ابن المدينة الفاضلة. بينوكيو وكذبه المعتاد انقلب على أنصاره، أصبحوا أعداء. فمنهم من كان ذراعه اليمين انقلب عليه بسبب أفعاله وتصرفاته التي اعتاد عليها وأصبحت مرضا مزمنا لا يشفى منه، بل هو غدار بأصحابه وأصدقائه المقربين الذين ذاقوا الأمرين من غدره وكذبه. بينوكيو الرياضة هو شخصية سطحية تستغل الأحداث للهجوم على الأبرياء وابتزازهم لتحقيق مآرب شخصية. فأبناء ناديه تبرأوا منه، فراح يشوه سمعتهم واحدا وراء الآخر. بينوكيو الرياضة المصرية شخصية نرجسية سطحية في تناول الأمور، وتحاول استغلال نقاط الضعف وتجميل صورتها بشتى الطرق ولو على حساب سمعتها وسمعة الآخرين. فهو لا يملك إلا السباب والشتائم والمعايرة والصوت العالي الذي يدل على أنه غير موجود في الحياة إلا بهذه الحنجرة التي تمثل أنف بينوكيو الحقيقي. فهو يرى أنه فريد من نوعه، ويحب استغلال الآخرين والاستفادة منهم لتحقيق أهداف خاصة. بينوكيو بات يهدد استقرار الرياضة المصرية، فالجميع طالب بتنظيف الساحة الرياضية بضرورة الخلاص منه. فهو محى تاريخ رموز ناديه بحجة التجديد، وعايرهم بأن هناك أعمالا منافية للأداب تحدث في ناديهم وغيرها من التخاريف. فهو متلون مع كل العصور، تجده يتصدر المشهد بكذبه المعتاد وإلقاء الاتهامات والبذاءات على الآخرين. هي صفات إذا وجدت في أي شخص أو مسؤول في الوسط الرياضي يجب أن يتم لفظه أو طرده خارج هذا الوسط الرياضي، لأن احنا دايما وسط
محترم، وسط لا يعرف السب، لا يعرف القذف، لا يعرف التدليس، لا يعرف الخداع. وبالتالي هي دي الصفات اللي أنا عايز أوصلها لحضراتكم. لو حضرتك وانت قاعد بتتفرج وشفت حد عنده الصفات دي، تعرف على طول أو نسميه على طول بينوكيو الرياضة المصرية. بينوكيو الرياضة المصرية يجب أن يتم لفظه خارج الوسط الرياضي، وهو الأهم، لأنها صفات ما بتكونش موجودة إلا في حد لازم يبقى برة أي وسط، مش الوسط الرياضي بس. طيب، أكتر حاجة بتميز النادي الأهلي عبر تاريخه خلال من 1907 وحتى الآن إيه؟ النادي الأهلي دايما لما بيجي بتقول قيم، مبادئ، أخلاق، بيقول كلمة ما بيرجعش فيها، مش بيقول الكلمة وعكسها، مش بيقول حاجة وبعدين يجي يقولك إيه، أنا هلعب الماتش، لا مش هلعب الماتش، أنا مش عارف هعمل إيه، لا هعمل إيه. طيب مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الحقيقة يعني لأنه كل ما رئيس نادي الزمالك بيطلع يتكلم يقولك إيه، أصل النادي الأهلي دايما النادي الأهلي ما بيتكلمش أو بيرجع في قراراته، أو مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس كل قراراته بيرجع فيها. طيب خلينا نشوف ماذا قال رئيس نادي الزمالك وماذا فعل رئيس نادي الزمالك، وحسيب لحضراتكم الحكم هل مجلس إدارة النادي الأهلي بيرجع في قراراته ولا لا. خلينا نشوف. أول واحد راح ميدان التحرير كان مرتضى منصور من 25 في الثورة اسمها 25 يناير، وأنا ضد الكلام حضرتك بتقوله وما غيرتش تاريخ مصر، إذا كان تغيير إلى الأسوأ. هو اللي قالوه في ميدان التحرير دون الحرية والديمقراطية والتزوير والفساد، هو أنا مش قايله؟ إحنا ضد اللي قلته، هذه ليست ثورة. حضرتك ثورة إيه دي؟ وبعدين لما حضرتك دي ثورة وهنحتفل بيها، أنا اللي اتقال في ميدان التحرير أنا قلته قبل الولاد دول اللي ما يزعلوا الأولاد، قبل الشباب والشباب دول ما يتولدوا، أنا قلته 25 سفت يناير، واخد بالك؟ لما تيجي بتقول لهم 25 يناير ثورة بيسألوا حضرتك طيب واتخطفت، هو في ثورة بتتخطف؟ أنا اللي طلعت على منصة القضاء 84 قلت أنا لسه قايل لك الفساد في مصر قد استشرى، القانون المصري لا يطبق إلا على الضفائر الفقراء. هذه مؤامرة حدثت على مصر، الانتفاضة بتاع الولاد اللي طلعوا 28 بعد الصلاة وما يعرفوش ان دي مؤامره استمرت لمده ساعتين، اللي هم طلعوا فندم من الكوبري قصر النيل، واخد بالك، عشان يروح ميدان راح الميدان اتكلوا علقه بعد خمس ايام من مين؟ من الاخوان. ده اللي حصل، من الاخوان روح انت اهو احنا خدناه. جماعه الاخوان المسلمين فصيل وطني اليوم تاريخ مشرف ضد الانجليز وضد في الحرب ال 56، انا معاك وانا بقوله مش يعني ما بغيرش كلامي. حماده امام حاجه، البيت بتاع ممدوع بس حاجه ثانيه خالص، اسمه حازم. ده بقى مهذب اكتر من اللازم، فاعني افتكر يا حازم بفكرك، مع انك طول عمرك ضدنا في الانتخابات، راح فشل هناك وقبل ما يسافر كتب اقرار انه لما يرجع مصر يلعب 3 سنين مجانا. يعني مؤدب اكتر من لازم ومهذب متربي وام الدكتوره طبعا ماجي طبعا ست محترمه جدا، ربنا يرحم والده. انت طول عمرك ضد الزمالك يا حازم وطول عمرك لما ممدوح بس. شوف انا عندي راي ما بغيروش، انا الغلطه غلطتي اللي دخلت واحد زيك راح اوروبا وصغير، عمل معاك يا ولد في اوروبا انت صغير يا ولد. شكرا يا فندم. كاسات السفير. شكرا يا فندم. انسان سافر مش متربي، بس مش هادي القضيه. فكرني باحمد مرتضى. انت عارف احمد في السن ده، بلاش احمد، طيب خلينا في امير. مين اللي سماك ميدو؟ مين اللي خائف ده؟ فاني خرابه سموك ميدو يعني. خرابه بلجيكا. في ناس صنعت مجد هذا النادي اكتر من مرتضى منصور وجلال ابراهيم وكل الناس دي اللي هم اللي لعبوا، فهو زي احمد بالظبط، وشكله ونفس طريقته ودفاعه احيانا. مين شيكابالا ده؟ مين اصلا؟ طبعا كابتن شيكابالا رائد. لازم زي ما حضراتكم شفتوا، مش النادي الأهلي اللي بيرجع في قراراته، مش النادي الأهلي اللي بيقول قرار وبيقول عكسه، لا، لكن رئيس نادي الزمالك. وبالمناسبة مش أنا اللي بتكلم ولا حد بيشجع النادي الأهلي هو اللي بيتكلم، لا، ده رئيس نادي الزمالك بنفسه بيقول الحاجة وعكسها زي ما حضراتكم شفتوا بالفيديو. أنا النهاردة مش هتكلم كتير، ولكن أنا بوضح لحضراتكم ماذا يحدث داخل الوسط الرياضي من رئيس نادي الزمالك. طيب إيه تاني؟ دايما هناك أشخاص الحقيقة في الوسط الرياضي بتدعي المثالية وبتدعي الفضيلة.
طيب ودايما بقول بتقول دايما ان انت رجل دولة وان انا دايما بحافظ على الدولة وبحافظ على كذا وبحافظ على كذا. طيب بما ان حضرتك رجل دولة كيف تتعامل مع المدربين الاجانب اللي حضرتك جبتهم لنادي الزمالك؟ مش انا اللي هقول، حضرتك برضو اللي هتقول. قلت ان بشيكو فبشيكو قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي مؤمن لو مشي انا همشي. انا بصراحه ما شفتش مدرب في العالم واخد بالك يمشي عشان لاعبين واخد 3 اشهر مقدم وجايب واحد صاحبه معاه قال لي مش عارف اسمه ايه دون ودي كوفيه كده واخد بالك بياخد له 100,000 راخر والله العظيم ما بيعمل حاجه. عنده اخطاء وعنده لعيبه ما تستحقش تلبس نادي الزمالك. لو انا بس عليه اعتاب صغير عليه انه يمكن اول مره الكلام ده على الهواء فبياخدش راي الجهاز الفني. الجهاز ده حضرتك عايزه خد رايه. وقال لك لاعب فلان وانت عايز تلعب فلان دي مشكلتك انت خلاص. يا فندم المجلس كله الفندق انا اللي بعتهم يا فندم. طيب ما دام الراجل غضب وعايز يمشي. لا مين قال لك مغروف 60 ده؟ بحملكم انتوا المسؤوليه. لان المفروض في كوتش عارف ان ليه تغيير ثالث، تغيير ثالث، التغيير الثالث ده يتم. واي لاعب مش قادر يطلع. راجل ظالم. والعيال اللي عملوا هاشتاج روسي يبقى شكله مهم ايه دلوقتي؟ لا انا عصرت ليمونه امبارح وشكرته وهزرت معاه عشان يعرف المتربصين. ها انا اصل لما كشر في وشه الراجل. لا هذا رجل فاشل. انت مين انت؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انت حارق دم الزمالكاويه النهارده وفوت لك ماتش بتروجيت وفوت لك ماتش النجوم. لكن لا الواحد يعني 7 نقط يعني ثلث النقط بتاع الدوري في الجول 7 مباريات راحوا. انما تحرق دم الزمالكاويه ليه؟ وبعدين هو كل ما انكر الدوري الاول يعمل لي مصيبه انزل هو السلم وتعبان. يعني ايه ايمن حفني يقول لي ايمن حفني ومدبولي وعنتر طول وانا موجود مش هتشم الكوره. ايه الغل ده؟ انا يا راجل مجنون مجنون. ازاي بعد كل ماتش يا بيه يطلع من الماتش يركب المرسيدس بتاعه الفندق يروح يسكر ولا يقول للعيبه انت غلطت فيه ولا عملت ايه؟ طيب والمدرب بتاعك ده مجنون بالظبط فكرني واحد مجنون لاقي في الشارع راح خبط الطوبه وجاري. طيب انت رئيس النادي تقدر تمشيه ليش ما تمشيه؟ لا هو مش هيمشي بس امال لا هيحصل له حاجه ثانيه قبل ما يمشي والله؟ لا طبعا لان جات لي معلومه من البرتغال ان دول اصلا مدربين العاب مش مدربين فانا من حقي اشوف السيدي اشوفهم فعلا مدرسين العاب ويشتغلوا مدربين لنادي الزمالك ده كلام بالظبط كده. لا قرفان. قرفان ليه؟ لان عيل تافه امبارح في احدى البرامج طلع بيقول لك الزمالك الشكل الجميل ده عشان رئيس النادي ما عادش بيتكلم. لا لا ده ولد قليل الادب محتاج ربايه. بقول لك يا عفيفي لو جبت سيره رئيس نادي الزمالك تاني هعلقك من رجليك على باب دي ان سي. عفيفي بس هو عفيفي اعتقد ان هو صديق للامير واحمد وراجل زمالكاوي مليون في الميه. لا 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 اسوأ شيء دلوقتي الزمالكاويه اللي بيقلق. انا كنت بساعد الفاشل لغايه ما قال لك الكوكولا والميه والبيبسي. شفت طلع بيبسي تطلع ميه ميه تطلع بيبسي ما كنت متحمله. طلعنا اتغلب من كابس وطلعنا من البطوله الافريقيه واتغلب والعهد اللبناني وطلعنا البطوله العربيه كل دوت لغايه ما قال لي ادب السقف. كل اللعيبه اللي انت شايفها دول واللي النهارده ما لعبوش ما جابوش 5% من لياقتهم. خلي بالك على امكانياتهم الفنيه وامكانياتهم الفنيه لان الراجل بتاع اللياقه البدنيه اللي مشي ربنا يسامح بقى اللي جابه خلاص طلع الراجل مدرس العاب. ما هو ده ميتشو اللي انتوا اخترتوه انتوا اخترتوه تمام اللي كان عبقري ميتشو دون والاخ واللعيبه. ايه ميتشو دي؟ ميتشو اسمه ميتشو يا فندم. اصل ميتشو ده في مسلسل ابن اصول اللي هو حماده هلال مسمينه ميتشو. واحنا بنتناقش مع نيبوشه حاطين في الاعتبار يقعد وحاطين في الاعتبار ايه؟ جميل يمشي. اصل انا من كتر المدربين اللي مشوا ما قعدتش فاكر باتشيكو ده نقول فيه. انت عشان تكلمني باتشيكو ابعت لي صورته على الواتساب عشان افتكره. جوزيه اللي اسمه غريرة النصابين الحرامية ده بيكون عايز فاشل ومجرم. طيب ما الراجل اكيد سمعك. اتفضل يا بيه ثانية واحدة انا في القعدة المغلقة بقول له واللي في صحف بينفذه انا عندي 2 باكشن قالوا مصمم على الحمام الطلبة شاري لعيبة بملايين مصمم علينا ضريبة عم يخلي يمشي مصمم علينا بالقدار والثاني يمشي الراجل مش طبيعي عشان الراجل ده اللي هو مخه معمول ده راجل بيتخانق مع نفسه تمام
مش عايز انا مشاكل كفايه باتشيكو ولا بسلمي باتشيكو انا عارفه اللي هو فريرا راجل يعني من وحده كده وما بسلمش على حد وعامل كده على طول وبتاع انت مش طايق الراجل ده كان على حساب نادي الزمالك جماهير الزمالك طول الليل تذكر في الماريوت ما يعرفش في لاعب قاعد استاذ ياهل كايرو فيشة طول الليل ولاعب ثاني مش عارف عامل علاقه مع بنت مين ده راجل فاشل ده الفاشل الاول مين بقى في الملعب كان فاشل يا مقدم المدرب يا فندم لان احنا شوف يا بيه انا كلامي واضح ثاني بتشكيله الخاطئ اللي كسبه هنا ثلاثه اللعيبه مش المدرب روح اللعيبه العشرة اللعيبه اللي كانوا رجاله انا ليا ضربتين جزاء مع مدرب فاشل فاشل يا فندم انا اصل انا في شرط جزائي فانا جايب له مدرب عام بصلاحيات فنيه طيب هو اللي يعمل التشكيل هيعمل التغيير مش عاجبه يمشي زي ما حضراتكم شايفين كميه سب واهانات واشياء كثيره جدا جدا بنشوفها في الوسط الرياضي عمرنا ما كنا بنشوفها عمرنا ما كنا عايزين نسمعها عمرنا ما كنا بنحبها ولكن زي ما حضراتكم شايفين مفروض علينا ان احنا دايما نسمع هذا الكلام خدوا بال حضراتكم انا شلت عدد كبير جدا جدا من الفيديوهات الاخرى اللي كان ممكن نزاحها لحضراتكم ولكن ما هو ده اللي يتناسب مع شاشة قناة النادي الاهلي بهذه الطريقة لان في فيديوهات تانية صعبة جدا طيب ايضا في اطار الكلام اللي بيتقال خلال الفترة السابقة هو النادي الاهلي ده يا جماعة ما بيعملش حاجة في حياته هو بيقول كده غير ان هو بيرمي ولاده بيرمي حسام عاشور بيرمي احمد فتحي بيرمي عبد الله السعيد بيرمي مش عارف مين بيرمي مين تخيلوا حضراتكم النادي الاهلي الذي عرض على كابتن النادي الاهلي حسام عاشور اللي عمر ما حد هينسى تاريخه ولكن تعرض على كابتن حسام عاشور ثلاث استثناءات عمرها ما بتحصل داخل النادي الاهلي ولكن في النهايه زي ما حضراتكم شفتوا حصل سوء تفاهم ما بين مجلس الاداره او حصلت امور من حسام عاشور ادت في النهايه الى توجيه الشكر لكابتن حسام عاشور دي امور طبيعيه جدا بتحصل في العالم كله زي ما حضراتكم شفتوا النادي الاهلي عرضه على احمد فتحي احمد فتحي فضل ان يكون هنا ان يكون متواجد في نادي اخر امور كثيره جدا الاهلي عمره ما بيبيع لعيبته عمره ما بيطلع يهاجم لعيبته حضراتكم شفتوا كابتن سيد عبد الحفيظ وهو مع اساتذتنا الكبار الاستاذ المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي قال لك حسام عاشور تاريخ كبير في النادي الاهلي وعمره ما عمرنا ما هننسى هذا التاريخ الكبير دايما بنحترم رموزنا دايما بنحترم لاعبتنا القدامى كابتن الخطيب من كام يوم كان بيكلم النجم الكبير ربنا يديله الصحه ويقومه بالسلامه كابتن فتحي نصير وبيطمن عليه تواصل الاجيال لما بتشوف كابتن شريف لما بتشوف كابتن عادل طعمه لما بتشوف كباتن اللي موجودين كلهم دايما النادي الاهلي ما بيعملش ابدا اللي بنشوفه في حتة تانية هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي ونادي أو أندية أخرى بيحصل فيها هذه الأمور طيب كيف يتم تكريم رموز نادي الزمالك على طريقة رئيس نادي الزمالك أنا عايز أقول لهشام يا ابني عيب بقى أمك المحترمة الست المحترمة الحاجة سونيا المحترمة زوجة المحترم الكابتن ياكن يا ابني جات اشتكت منك عشان ما بتصرفش ورفعت المعاش بتاعها من 5000 ل 10000 أنا كلامي واضح ما عادش يهمني قيمتك يهمني قيمة الزمالك كلامي واضح عشان بس جميلة العرف شيكابالا ده راح باوك وهرب راح الإمارات وهرب راح البرتغال وهرب كان اخر جوله البرتغال وبطل كوره قعد 7 8 اشهر بطل كوره استاذ طارق حامد انا بقى دلوقتي تقريبا من ساعه غير منتخب 20 يوم بطرده ما بين الطلخه للمنصوره بعت له ناس في الغردقه لسهل سهل حشيش لا ما فيش كده انا بنصحه نصيحه الوجه لا شوف لك نادي تاني لان ما اعتقدش ان الزمالك هيقبلك بعد اللي انت عملته سرقت نسختين من العقد انت واحمد يحيى وهربت بيهم وده حاجه مش طبيعيه مفيش حد بيعمل كده مفيش حد يا طارق يا حامد بيعمل كده ولن يقبل ده لو انت جايب كاس العالم ده انتوا جايين فاشلين هابطين انتوا ضاد جيم انتوا واخدين ضاد جيم كل المواد وجايين متفرعنين على ايه كابتن مستشار ما هي معلش يعني شخصيه كابتن محمود الخطيب هو كده هو شخص هادي ما بيتكلمش ما بيقولش انت راجل عضو مجلس نواب انت عضو مجلس نواب انت هادي يعني انت بتدافع عنه ليه مش بدافع عنه والله هو طول عمره شخصيته كده يعني مالك خايف منه النهارده كده طب اهدى ماشي طب ما تدافع عنه ليه؟ ما تروح شايف قناة الاهلي بقى ده مدافع عنه القصه يا خالد لا ماتش ولا هزيمه يا نهار ابيض قول لي طارق يحيى ما تفرحش قوي كده يا طارق مش قوي كده يا حبيبي
ده انت مغلوط بالطوب الارض. هو انت ابني ما بتفرحش الا لما الزمالك بتغلب الزمالك؟ طارق يحيى وابنه اللي عاملين اغنيه جميله واخد بالك، ما تجاهلين فيها مجلس الاداره وكاننا مش موجودين. لو مرتضى منصور مجلس ادارته المحترم ده هو اللي بيقود، هو في مركب بتمشي بعدها كده؟ لا طبعا. واخد بالك؟ لا كفايه بقى. من خلال الفيديوهات اللي انا بنعرضها لحضراتكم، مش انا اللي بتكلم ومش انا اللي بقول، ده رئيس نادي الزمالك هو اللي بيقول. من خلال هذه الفيديوهات بنوضح لحضراتكم ايه اللي بيحصل، بنوضح لحضراتكم الكلمه وعكسها، بنوضح لحضراتكم اهانه بعض الرموز، بنوضح حاجات كتيره جدا ممكن يتم توضيحها. ولكن الحقيقه انا بكتفي دايما بان انا اوضح الامر من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل لسه عندي حاجات كتيره جدا هتكلم فيها مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تمين يا خطيب، تمين يا خطيب. طيب رئيس نادي الزمالك دايما متعود يطلع يقول هذا الكلام، هو انت مين يا خطيب؟ تعالوا نشوف رئيس نادي الزمالك عرف كابتن خطيب ازاي. مدير الخطيب اسطوره لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الاخر. لم ولن تتكرر، مش انا اللي بقول، حضرتك برضو اللي بتقول. ولكن ايضا علشان نعيد تعريف كابتن محمود الخطيب، عاملين لحضراتكم تقرير، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن انجازات كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل مع حضراتكم. ترجع تاني للخطيب وهوبا التاريخ يصنعه قليلون ويكتبه كثيرون ويقرأه مئات الملايين من البشر. وتاريخ كرة القدم في مصر إذا أراد مؤرخ الحديث عنه لابد أن يتناول محمود الخطيب باعتباره أحد صناع تاريخ الكرة في مصر وأحد الأفذاذ ذوي المواهب الخارقة التي تتلاعب بالمشاعر وتهز الوجدان وتثير الانفعال في نفوس الملايين. تلك هي الحقيقة، وهذه هي العلاقة التي تربط محمود الخطيب أحسن وأخطر مهاجمي أفريقيا بكرة القدم. الخطيب، الخطيب ورأس الجول ورأس الباك وركن الكورة. يا ولد 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 يا عيني يا عيني يا عيني، رقص نص فرقة. بقول لكم البروجي، البروجي يا ناس، صح الناس. الخطيب أسطورة القرن، حديثه نغم وصمته كبرياء. محبوب الخطيب، الرجل الذي عشقه الجميع حتى منافسيه تمنوه ضمن فرقهم، في الملعب حريف وخارج المستطيل الأخضر أنيق ذو كاريزما لا يضاهيها أحد. حديثه نغم وصمته كبرياء، خطواته كلها شموخ لا تملك سوى أن ترفع له القبعة. فالقلوب ليس لنا سلطة عليها، والخطيب أسرها جميعا بفنه وأخلاقه وحسن إدارته. رحلة طويلة مع الإبداع ومحطات حافلة صال وجال فيها بيبو ليفتح له التاريخ صفحاته ويهمس في أذنه دون كما تشاء فأنت المجد نفسه. ولما لا، من فينا لم يأسره بيبو بلمساته؟ من فينا لم يتمنى التقاط صورة مع الأسطورة يزين بها منزله ويتفاخر بها أمام المحبين؟ حب الناس هبة من الله يقدرها الخطيب جيدا ويحافظ عليها بالتعفف عن التدني لمستوى غير لائق اعتاده آخرون.
يعد محمود الخطيب أفضل من أنجبتهم الملاعب المصرية والعربية بلا منازع، وأحد أساطير الكرة الإفريقية على الصعيد الفني والإداري والأخلاقي. لذلك اختير لاعبا للقرن في مصر وأسطورة للقارة الإفريقية، ثم عضوا في اللجنة الدولية للعب النظيف بعدما خاض 450 مباراة خلال مسيرته المحلية والدولية ولم يحصل سوى على بطاقة واحدة. ساهم الكابتن الخطيب مع زملائه بالأهلي في الفوز بعشر بطولات للدوري العام وخمس بطولات لكأس مصر. وعلى المستوى الإفريقي ساهم الكابتن الخطيب في الفوز بخمسة ألقاب قارية بواقع لقبين لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وثلاثة ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس. ويتربع الكابتن محمود الخطيب على عرش الهدافين التاريخيين للأهلي في مختلف المسابقات المحلية والقارية برصيد 159 هدفا، وكانت شباك فريق البلاستيك شاهدة على أول أهداف بيبو الرسمية بقميص الأهلي في 15 من أكتوبر عام 1972، بينما كان آخر هدف محلي أحرزه في مرمى الأولمبي يوم 13 من سبتمبر عام 1987. وعلى المستوى الإفريقي كان أول أهداف الخطيب في مرمى مولودية العاصمة الجزائرية يوم 10 من يونيو عام 1976، بينما كان آخر أهدافه يوم 16 من أكتوبر عام 1987 في مرمى كوتوكو الغاني، وهو آخر أهدافه في الملاعب. وأنهى الكابتن محمود الخطيب مسيرته في عالم الساحرة المستديرة وهو هداف الأهلي الأول بمختلف المسابقات، وأول لاعب في تاريخ الفريق يتجاوز 100 هدف في بطولة الدوري الممتاز، ولا يزال يتصدر قائمة هداف الأهلي في بطولة الدوري العام برصيد 109 أهداف، جعلته أحد أعضاء نادي 100 في البطولة. ويتربع محمود الخطيب أيضا على قائمة هداف مصر في البطولات الإفريقية للأندية برصيد 37 هدفا، وظل الهداف التاريخي لبطولات الاتحاد الإفريقي للأندية على مدار ثلاثة عقود منذ اعتزاله للكرة في عام 1987. وعلى المستوى الدولي دافع محمود الخطيب عن قميص المنتخب المصري على مدار 11 عاما خلال الفترة من 1975 وحتى عام 1986، وسجل خلال مسيرته الدولية 28 هدفا، جعلته ضمن القائمة التاريخية لأفضل هدافي الفراعنة. وساهم الكابتن الخطيب خلال مسيرته الدولية في تأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية بموسكو عام 1980، والتي اعتذرت مصر عن المشاركة فيها لظروف سياسية، كما ساهم في التأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية وبلوغ الدور ربع النهائي فيها، وساهم أيضا في تتويج الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وإعادة كأس البطولة إلى أحضان مصر بعد غياب دام 27 عاما عن آخر تتويج بكأس الأمم عام 1959. كان الكابتن محمود الخطيب أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية عام 1983 كأفضل لاعب إفريقي، والتي كانت تمنحها في هذا التوقيت الفرنس فوتبول. بعد الاعتزال تألق محمود الخطيب في المجال الإداري بالنادي الأهلي وتقلد كافة المناصب الإدارية بالقلعة الحمراء، عضوا وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس، حتى اختير من قبل الجمعية العمومية رئيسا للنادي الأهلي في 30 من نوفمبر 2017. الكابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب رئيسا. تألق محمود الخطيب ونجوميته
لم يمنعاه من القيام بدوره المجتمعي، فكان واجهة مشرفة للرياضة المصرية في العالم بعدما اختير سفيرا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة. وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باختياره سفيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. قال عنه المايسترو صالح سليم: موهوب يشبه بيلي ومارادونا. أما جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فقال: لا يمكن لأحد أن ينسى ما فعله مع الأهلي والمنتخب المصري في القارة السمراء. ووصفه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي قائلا: الخطيب شاعر يكتب بقدميه. هو ده محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية. مش هتكلم كتير في هذا الموضوع لأن التقرير كان شارح ووافي لكل ما يخص أو بعض الحقيقة إنجازات كابتن محمود الخطيب، سواء في كرة القدم أو حتى منذ أن كان مديرا للكرة ثم عضوا لمجلس إدارة. وزي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير، أسطورة محمود الخطيب. الحقيقة أنا عندي حاجات كتيرة جدا ممكن أتكلم فيها، وعندي حاجات كتيرة جدا عايز اتكلم عنها، لكن الحقيقه الوقت نفد، وعندنا ضيفين مهمين جدا جدا هتكلم معاهم في امور كثيره تخص النادي الاهلي. ولكن دايما لما بنيجي نتكلم عن الوطنيه، دايما لما بنيجي نتكلم عن حب الوطن، دايما لما نيجي نتكلم عن اعلاء مصلحه الوطن، دايما بنتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي دايما لما بيجي يفكر بيفكر كيف يعلي مصلحه الوطن ثم النادي الاهلي. هناك البعض بقى اللي بيتكلم على الوطنية ومثل هذه الأمور، والحقيقة أنا أول مرة في حياتي أشوف قضية تطبيع رياضي، أول مرة في حياتي أشوف قضية تطبيع رياضي. تطبيع رياضي إزاي؟ مايوكا لاعب نادي الزمالك السابق، اسمه مايوكا. مايوكا ده عمل عقد حوارين حضراتكم وهو باللغة الإنجليزية، وماضي عليه رئيس نادي الزمالك. اللي ماضي على الجانب الآخر من هذا العقد هو وكيل اللاعب الإسرائيلي، وكيل اللاعب الإسرائيلي. تفضل يا سمير، حط لنا العقد على الهواء. ده العقد الرسمي اللي موجود في الاتحاد الدولي. هو مين اللي ماضي تحت؟ رجل الوطنية. اللي ماضي تحت هو رجل الوطنية. اللي ماضي على الجانب الثاني مين؟ اللي ماضي على الجانب الثاني هو وكيل اللاعب الإسرائيلي. ماضي بالعبري. تطبيع يا متعلمين ولا مش تطبيع؟ تطبيع رياضي. ما انا بقول لحضراتكم انا اول مرة في حياتي اشوف قضية تطبيع رياضي. في لعيبة راحت لعبت في اسرائيل ورجعت لعبت في الدوري المصري، ما وقفناش عندها، ولكن انا رجل دولة، انا ما ينفعش اعمل كده. مش هذا اللي بقول برضو، ولكن العقود والاوراق الرسميه هي اللي بتقول زي ما حضراتكم شايفين. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، اللي بيكذبنا يتفضل يعمل اللي هو عايزه، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. انا طالع حلقه النهارده علشان اوضح بعض الحقائق ومستندات رسميه 100%. أنا مش بطلع أتكلم وخلاص. لو تاخدوا بال حضراتكم أنا بقول كلمتين وبجيب الفيديو أو الصورة، بقول كلمتين وبجيب العقد الرسمي، ما بقولش حاجة تانية. اوعوا تفتكروا حضراتكم إن إحنا ممكن نطلع ما نتكلمش بالدليل، وعمرنا ما هنعيب في حد، زي ما حضراتكم شايفين. مش أنا اللي بقول، ولكن الصورة بتتكلم عن نفسها. ده عقد مايوكا، انا ممكن اتكلم فيه كتير جدا عقد مايوكا ده، ولكن انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اوضح الحقائق واوصل الرسائل. في حاجات كتيره جدا، في قضايا كثيره جدا نقدر نتكلم فيها، من لاعبين اتقال ان هم عمرهم ما هيلعبوا في الانديه الاخرى ولكن لعبوا في الانديه الاخرى، من
مباريات لكرة اليد مثلا اتقال ان انا مش هلعب وان انا كذا ولعب، في مباريات في كرة القدم اتقال ان هو مش ان هو ما اتلعبش ولكن اتلعب. في حاجات من دي كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها، وكلها بالشواهد والدلائل والبراهين والصور مش بالكلام. ولكن الحقيقة أنا الوقت نفد مني وكان عندي كلام كتير جدا عايز أقوله لحضراتكم، ولكن حاجتين أخيرتين عايز أتكلم فيهم. وأنا هنا لما أجي أتكلم عن أسامة حسني، أنا من حق إن أنا أتكلم عن أسامة حسني، لأن أسامة حسني زميل وصديق من 2004 لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دي. واحد اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي في ذلك الوقت، وزي ما حضراتكم شايفين ده الهدف الثالث وبعدين الهدف الرابع اللي أحمد صديق عمله لكابتن أسامة حسني. أنا مش هختزل تاريخ أسامة في الكابتن أسامة في الهدفين دول، كل الناس عارفة تاريخ أسامة حسني، وكل الناس عارفة سيبكوا بقى من تاريخ أسامة حسني، كل الناس عارفة أدب أسامة حسني، كل الناس عارفة قد إيه إن هذا اللاعب يتميز بالاحترام والأدب والأخلاق، وإنه أنا بشوف إن هو في بعض الأمور إن هو اتظلم شوية بسبب زواجه من بنت كابتن خطيب. مش قصدي حاجة، ولكن هي في النهاية الأمور بتمشي بهذا الشكل. أنا بشوف إن هو اتظلم الحقيقة، لأن أسامة يستحق مكانة أكبر من كده. وخلي بال حضراتكم أنا لما أتكلم عن أسامة بتكلم عن صديق وزميل ملعب، بتكلم عن واحد أنا عشت معاه وكلت معاه في طبلية واحدة زي ما بيقولوا. فلما أجي أتكلم أنا عارف أنا بقول إيه، وانا اسف يا اسامه الحقيقه ان انا مش هقدر اديك حقك كله، لان في امور بيننا وبين بعض حتى حدثت في قناه بيني وبين اسامه، ولكن مش هقدر اقولها، لان اسامه احنا شغالين مع بعض بقالنا سنه ونص في قناه النادي الاهلي، قبل كده طبعا في النادي في الفريق الاول. فعشان كده انا بقول لحضراتكم كلام بيتقال وكلام اي كلام بيتقال. تاني حد عايز اتكلم عنه هو الأستاذ محمد سراج عضو مجلس إدارة، أو الدكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الدكتور محمد سراج طلع علينا الصوت العالي وقال لنا كلمتين، ولا دكتور في الجامعة ولا بيدرس في الجامعة الأمريكية ومش عارف إيه، وزي ما حضراتكم سمعتوا. خلينا كده انزل بالمستند القادم. ده خطاب رسمي بالانجليزي طبعا، ده خطاب رسمي من الجامعة الأمريكية من كلية الهندسة، من كلية هندسة الإنشاءات، بيؤكد عمل دكتور محمد سراج الدين لسنوات بالجامعة، وأنه شخص تميز، ده محتوى الجواب يعني، أنه شخص تميز بالاعتماد التام على نفسه في رؤيته وخططه الأكاديمية وتميزه بالكفاءة العالية. كلام كتير جدا يعني شرح لهذا الجواب، ولكن آخر الخطاب في جملة حلوة قوي، جملة حلوة جدا. الجامعة الأمريكية اللي بتقول مش أنا برضو، خلي بال حضراتكم الجامعة الأمريكية بتقول إيه، ولو أي شخص لديه أي استفسار آخر يرجى التوجه لنا للرد. حضرتك عارف عنوان الجامعة الأمريكية فين ولا أقوله؟ يعني ممكن تنزله لنا يا جماعة، هتلاقيه في الجواب على فكرة، يعني ممكن تلاقوه في الجواب لو حضرتك مش عارف عنوان الجامعة الأمريكية فين. فده بالنسبة للأستاذ أو الدكتور محمد سراج، مش أنا اللي بقول ولكن الجامعة الأمريكية اللي بتقول. وبرضو في إطار الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، قالك في ثلاثة منهم الأستاذ خالد مرتجي ما وافقوش على القرارات الأخيرة اللي صدرت من مجلس إدارة النادي الأهلي، وده ما حصلش. اللي بيكذب حضرتك اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، الورق اللي صادر من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بيقول إن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قراراته الأخيرة بالإجماع. فحضرتك كلامك كتير جدا وبتكذب كتير جدا، ومش عارفين نعمل إيه الحقيقة. ولكن أنا عندي كلام كتير كنت عايز أقوله لحضراتكم، ولكن الحقيقة الوقت زي ما قلت لكم أصبح قصيرا جدا، لأن أنا عندي لسه
ضيفين كبيرين هيكونوا معايا بعد قليل او هناخدهم على مرحلتين. الفقره القادمه هيكون معايا السيد الاستاذ جميل او طارق جميل سعيد، استاذ طارق جميل سعيد المحامي، هنتكلم معاه فيما يخص المحاماه وفيما يخص الحصانه وفيما يخص امور كثيره جدا ولكن بالقانون. بعد هذا الفاصل الاستاذ جميل او طارق جميل سعيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ضيفي في هذه الفقره الاستاذ المحامي، بناء على طلبه، الاستاذ المحامي طارق جميل سعيد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فندم، شرفنا ومنورنا في قناه النجاح. شرف ليا طبعا يا فندم. بالاول قبل ما نتكلم عن الاسئله اللي عايزين نتكلم فيها انا وحضرتك، وتعرف الجمهور استاذ طارق جميل سعيد، انت قلت لي ليه الاول ان انا اسمي المحامي طارق جميل سعيد؟ عشان هو المحامي لقب شرف، التلقب بأي شيء آخر ده يبقى شخص ما بيحترمش المهنة، مش بيجل المهنة. وأعتقد دايما أن الألقاب ليست سوى للحمقى، أما العظماء فيكفيهم أسمائهم يا كابتن إسلام. تمام، خلينا نعرف يعني إيه محامي. بس قبل ما أعرف يعني إيه محامي، حضرتك في الفقرة وأنا داخل لحضرتك كنت شايف أن بتعرضوا موضوع مايوكا. مايوكا فعلا، والقضية دي أنا كنت متوليها الحقيقة. وأنا بنفسي اللي مقدم للمحكمة شهادة إقرار من نير كارين بيقول أنا نير كارين، أنا إسرائيلي الجنسية، وأنا وكيل أعمال مايوكا، والفلوس اتحولت ليا في تل أبيب. تمام، والشهادة قدمت إلى المحكمة، شهادة رسمية رسمية، والمحكمة أصدرت حكمها ببراءة الموكلين بتوعي. دي في الشق الأولاني. الشق الثاني بقى يعني إيه محامي؟ بالظبط، محامي يعني يبقى مؤدب، محامي يعني ما يبقاش سباب، ما يبقاش لعان، ما ياخدش في الأعراض، يحفظ السر. المحامي سر، مش يبتز، مش انه يهدد. ودايما المحامي بيبقى شخص صاحب صوت هادي وهادئ، عشان بيبقى عارف منتهى النتائج اللي هو رايحها في ايه. اما الشخص اللي بيطلع يقعد يزعق ويجعجع ويعمل الاصوات والكلام ده، ده ما بيأتيش بنتائج في النهايه. فالمحامي، حضرتك انا بتكلم بشكل عام طبعا، المحامي نعم. يعني ايه محامي؟ محامي يعني تبقى راجل شريف في الخصومه، راجل بتحترم زملائك، راجل بتحترم القضيه اللي بتتناولها، راجل لما بيسيبك موكلك ما تطلعش تفضحه او ما تطلعش تقول سره. ده المحامي الحقيقي. وده المحامي اللي احنا كلنا بنمثله وكلنا بنحترم المهنه بناء على ده. انت من جيل المحاماه الشباب اعتقد، اساتذه كبار الحقيقه كانوا في هذا، منهم والدك طبعا استاذنا والمستشار جميل سعيد. لكن بنشوف ان احنا دلوقتي الشباب بينظروا لايه، لانه ده اتجاه الدوله، الدوله كلها بتنظر للشباب في كل المهن الحقيقه طبعا، ومنها هذه المهنه. الشباب في المهنه دي شباب تفرح، عندها امل حلو جدا تجاه المهنه بتاعتهم. وبيحترموها وبيجلوها، ولما بيجدوا شخص بيخرج عن الإطار والمنظومة الصحيحة للمحاماة بيتصدوله وبيقفوا أمامه، وفي حالة مخالفته لأي شيء هيتم التصدي لأي شخص هيخرج عن الإطار الصحيح للمفهوم الخاص بالمحاماة، أو إن الشخص يخرج عن الأداب العامة اللي من المفترض تتوفر فيه، ده شخص هيعاقب من شباب المحامين وهيحاسب من شباب المحامين. طيب خليني اسال حضرتك برضو، لانه ده سؤال مهم جدا. والنادي الاهلي النهارده باعت 3 خطابات هتكلم فيهم اكتر بعد كده، ولكن يعني ايه حصانه؟ حصانه برلمانيه. الحصانه قانونا طبعا، قانونا الحصانه هي سياج بيفرض على عضو مجلس النواب لحمايته اثناء مباشرته لوظيفته كعضو مجلس نواب، عشان الحكومة والوزراء، لو ده السياج اللي هو بيديله الأمان. أيوه. ولكن في فرق كبير جدا ما بين كلمة حصانة ومناعة. بمعنى؟ الحصانة إن هي بترتبط بعضو مجلس النواب وعند مخالفته للقانون ترفع عنه. المناعة دي إحنا شايفينها دلوقتي الحقيقة، وهي أن يكون هناك شخص ثبت في حقه اتهامات محددة وترفض رفع الحصانة، دي تسمى مناعة.
ليه مناعه؟ لانك بتمنع ان يحاسب هذا الشخص. وفي فرق ما بين الحصانه والمناعه طبعا. الحصانه هنا حضرتك من المفترض لما اجي انا مثلا بتقدم ببلاغ لمعالي النائب العام واقول له والله يا فندم هذا الشخص فلان الفلاني سين صاد عين تجاوز في كذا او اخطا في كذا او ارتكب الجرائم كذا وكذا، بتباشر النيابه الموقره البلاغ بتاعي. نعم. وتفحص البلاغ وتتحقق من الاتهام الموجه بالاوراق وتتحقق من صحه الادله والدلائل الموجهه في الاتهام، وبعد ما ان تنتهي من هذا وهي اهل الخبره وهي سلطه الاتهام وهي محاميه الشعب، بتخاطب الساده مجلس النواب بتقول لهم من فضلكم بما معناه عشان اللغه ما تبقاش تقيله على المتلقي، بما معناه ان هذا الشخص المطلوب رفع الحصانه عنه ارتكب الجرائم كذا وكذا وكذا، وبيجي معالي النائب العام الموقر في النهايه يقول وقد ثبت الاتهام في حقه. لما بيقول معالي النائب وقد ثبت الاتهام في حقه بناء على انه اهل الخبره الذي تحقق من ان الاتهام نفذ في مواجهه الشخص اللي حضرتك بتتهمه، فاللجنه التشريعيه الموقره بيعرض عليها الطلب ده. هي لا بتشوف محضر ولا بتشوف الأدلة ولا بتشوف الاتهامات، وبعدين يصدر قرار ويقولوا رفض الطلب رفع الحصانة لكيدية الاتهام. وصف الكيدية هنا أنا أربى إن هو يصف به الاتهامات، ولكن في حقيقة الأمر هو كده بيقول إن طلب معالي النائب العام كيدي، وده ما ينفعش يتعمل. ليه؟ لأن أهل الخبرة ثبت لي إن هو مرتكب لجريمة. لما حضرتك بقى تقول هنا كيدية اتهام وتحول دون إن هذا الشخص يمثل أمام النيابة الموقرة حتى لتبرئة ساحته، يبقى هنا دي اسمها مناعة. أيوة. ليه بقى مناعة؟ لأن نفس البني آدم الطبيعي لما بيرتكب هذه الجرائم بيحاكم وبيصدر ضده حكما، وهذا ليه الحكم ده؟ أو يتم تبرئته. أو يتم تبرئته. وليه؟ لأن الجميع سواسية أمام القانون. لما تيجي حضرتك تحدث تفرقة، وأنت هنا لما بتروح وهدي لحضرتك مثلا. اتفضل يا فندم. لما بتروح تقدم بلاغ ضد شخص مرتكب جريمة سب وقتل. نعم. ويبقى مؤيد بالصوت والصورة. ويبقى الدنيا كلها عارفة إن هذا الشخص ارتكب لهذه الجريمة. أيوه. تيجي حضرتك بعد كده لما تتقدم بالطلب يقول كيدية اتهام. أنهي كيدية لأنهي اتهام؟ وعلى أساس ده هنا تتحقق المناعة. أنت كده بتمنع أن ينال هذا الشخص العقاب إذا كان مرتكب لجريمة، أو ينال البراءة إذا كان هذا الشخص لم يرتكب لجريمة. ودي اسمها المناعة. ودي بتحدث لدى الإنسان أو المجني عليه نوع من أنواع الغضب والشعور بأن القانون لا يطبق على الكفة. أيوه. وأنا في وجهة نظري إن لما بتيجي تطلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء السادة البهوات زمايلنا وأساتذتنا أعضاء مجلس النواب، من المفترض إن عضو مجلس النواب أحرص الناس على طلب رفع الحصانة عشان يبرئ ساحته، عشان يؤكد أنه لم يرتكب للجريمة. زيها زي إن حضرتك ما ينفعش النهاردة، أنا في تصوري إن المشرع هو ممثل في عضو مجلس النواب ما يتعينش ابدا انه يرتكب جريمه، لانه اكثر الناس علما بالقانون واكثر الناس فهما للقانون. بالعكس ده هو بيضع فلسفه عشان المجتمع يدخل في هذه في هذا الاطار الفلسفي القانوني التشريعي عشان يلتزم. فلازم تبقى عقوبه المشرع مغلظه لو ارتكب جريمه. ايوه. وده منطق يعني الطبيعي الحقيقه. وعلى الاساس ده لما تجد رتل من القضايا ورتل من البلاغات وناس سبت وناس انتهكت وناس انتهك عرضها وناس تم النيل منهم في الذمم المالية أو في بيوتهم أعراضهم، ويروح شرفهم ويروح الراجل يسلك المسلك الطبيعي يتوجه إلى معالي النائب العام ويقدم البلاغ، لما ما بياخدش حقه ده قهر، لأنه من المفترض إن كلنا سواسية في هذه الدولة، لا في حد أكبر من حد ولا في حد أصغر من حد، القانون لا يتم التمييز فيه. مهمة جدا النقطة دي يا أستاذ طارق، لأنه
لازم الناس كلها تعرف هذا الموضوع ان كل الناس سواسيه امام القانون. ما يا فندم هو من المفترض ان القانون يطبق على الكفه. القانون لازم كل شخص يرتكب لجريمه يعاقب. تمام. طيب من امن العقاب اساء الادب. اساء الادب نعم. لما انا ابقى عارف ان انا مش هتعاقب هطلع اشتمك النهارده وهطلع اشتمك بكره وهطلع اشتمك بعد. لكن لما يجد ان هناك تصدي واعمال للقانون أيوة. واحترام لمن انتهك في اسمه او في عرضه او في شرفه وتقدير لاسم المواطنه. يعني ايه مواطن مصري؟ مواطن مصري انا راجل مواطن مصري بحترم الدستور وبحترم القانون وبحترم دولتي. لما اجي ارتكن الى القانون عشان يجيبني حقي واجد ان القانون بيحول او الاجراء بيحول من ان انا اتوجه الى الشخص ده واطالب بحقي ده قهر. ايوه بجد ده قهر. طب يا فندم برضو سؤال عايز اساله لحضرتك، هو القانون بيتم تاليفه ولا هو تشريع بيخرج؟ انا مش فاهم. طب انا هقول لحضرتك عشان الناس تستريح. ايوه يا فندم. القانون بيتم تاليفه ده يعني انا نام اصحى الصبح اقول يعاقب بالحبس والعزل كل من لم يصافح طالب جميل. معلش يا فندم معلش بعد اذن حضرتك احنا عايزين نعرف الموضوع ونفهم الفكره بالحكم. عشان احنا مش قانونيين مش فاهمين. يا فندم القانون ده فلسفه. القانون ده بيتعمل بيه مشروع قانون. ايوه. ومشروع القانون ده بيتعرض على مجلس النواب وبيخش بعد كده تنقيح ومضبطة وبعد كده صياغة وبعد كده تصويت عليه وبعد كده اعتراض على جملة وبتشيل جملة. ده قانون حضرتك هتلزم بيه شعب. مظبوط. لكن مش بصحى من النوم اقول انا ألفت بقى يعاقب بالحبس والعزل كل ده تأليف قانون. لا، قانون يعني قواعد إجرائية وفلسفة تشريعية. الناس اللي بتجيب كتب قانون دي حضرتك دي عبارة عن ايه؟ بيجمعوا مواد القانون وأحكام النقض وينتهي أيام الجامعة يجي يقول لك إيه ورأي الدكتور أو هذا رأينا. ها؟ لكن هو لا يتدخل في المتن الخاص بالقانون أو في الأحكام اللي بتصدر عن محكمة النقض الموقرة. وبناء على ده مفيش حاجة اسمها مؤلف قانون يا فندم. لكن في حاجة اسمها مجمع للقانون أو التشريعات ولا؟ يا فندم اللي بيؤلف قانون لو جينا نحسبها صح القانون بيؤلف من مجلس النواب مش بكتاب. الكتاب ده واحد بيروح رايح يجيب مادة قانون ومادة قانون وحكم نقض وينزله. لكن هو ما ألفوش. مفيش. لا أصلا أنا بسأل ليه حضرتك؟ لأن أنا مثلا ببقى عارف إيه إن الأستاذ طارق مثلا ألف شعر مثلا فبيبقى بيقول انا ألفت في القصيده دي البيت الاول البيت ده والبيت الاول والبيت. فانا عايز كده انا عايز مثلا يقول لي ايه انا بألف في القانون وده حضرتك ادرى مني بيه. لا انا عايز ألف عايز ألف قانون فانا ممكن اقول بالبيت. انا ألفت الماده رقم 8 مثلا انا ما اعرفش يقول انا ساهمت في اصدار الماده دي او ساعدت في صياغه الماده دي او شاركت في ضبط اللغوي او الضبط القانوني عشان ما يبقاش فيها اعتراض مع الدستور او اعتراض مع احكام نقض. ايوه. لان دي بتبقى مجموعه كبيره. لكن مؤلف دي مش موجوده. مش موجوده طبعا. مش طيب موجودة. هل لكل انسان حق الرد؟ بص يا فندم والاول نفهم يعني ايه حق الرد. حق الرد شوف قانونا برضه يا فندم حضرتك العمليه مش متروكه كده لكل شخص يخرج عشوائيا ليحاسب الناس. قاعده حق الرد مكفول دي يعني انا لو حضرتك دلوقتي تناولنا شخص ما بمسمى ما ووصمناه بصفات او عبارات مشينه القانون يعطيه حق الرد في ذات المكان وذات لو جريده أو قناة فضائية أو راديو لازم من حقك ترد في نفس المكان وفي نفس المساحة. دايب. وعشان كده احنا بنقول أي شخص بيخطئ في حد في وسيلة من وسائل الإعلام أو الصحافة من حق المجني عليه أنه يتقدم إلى الجهات الرسمية والممثل القانوني للمكان الذي خرج عنه أو منه الإساءة ويلزم بأن حق الرد مكفول. وإذا لم ينصع من حقه أن يتقدم ضده ببلاغ إلى معالي النائب العام. ويبقى هنا امتناع الشخص عن تمكينك من حق الرد تقدر حضرتك
تقيم ضده بلاغ بان هو منع حضرتك طيب. من حقوقك. فلان طلع في اي قناه وشتم لا وشتم ويسب زي ما بيحصل طيب ازاي اخش في القناه دي؟ ازاي اعملها؟ ازاي اولا تعملها ازاي؟ حضرتك في قنوات مشروعه للموضوع ده. واحد الهيئه الوطنيه للاعلام تقدم طلب فيها وشكوى وتثبت في الشكوى جميع الاخطاء او المخالفات او الجرائم اللي ارتكبت فيها. ترسل انذار الى اداره المكان سواء صحيفه او قناه او محطه اذاعيه، انذار بانك بتاريخ كذا او ردت بكذا عبارات كذا والزمك بحق الرد. ده لازم يتعمل. وعلى الهيئه الوطنيه ان هي الهيئه الوطنيه، والهيئه الوطنيه كمان بتنزل العقاب على القنوات في حاله المخالفات. وخلي بال حضرتك ان هناك قاعده ان اي شخص بيخرج منه سباب او الفاظ بينزل عليه عقوبه، وعقوبه ماليه. هل ده قانون يا فندم ولا احنا بنجتهد؟ طبعا يا فندم ولا احنا بنجتهد. انا بتاع قانون. انا لا اجتهد ومش بتاع الهيصه وان انا اطلع اقول انا الاسد وانا المؤلف والكلام ده خالص. القانون بيقول 1 2 3. حضرتك حقك ترد. طب ايه اللي معطل تطبيق القانون خلال الفتره السابقه؟ القانون مش متعطل. الحصانه مثلا؟ الحصانه معطله. للاسف عايز اقول لحضرتك القانون في مصر قانون شريف جدا، وقانون من اعظم القوانين اللي في العالم. ايوه. ولكن هيفيدني بايه كمواطن مصري لما الجا الى القانون واجد انه اتمنع انه يتنفذ او تم ايقاف اعمال القانون بسبب اجرائي، مش بسبب ان حد بيحمي حد ولا حد بيشيل حد. الكلام ده مش موجود في مصر. مفيش حد في مصر كبير عن المساءله القانونيه، واي شخص بيخطئ لازم يحاسب. عشان هنا مصداقية تطبيق القانون، الشفافية والديمقراطية والمساواة بين الناس. وده احنا بصراحة بنطلب بيه بقالنا اكتر من 5 سنين. من فضل حضرتك من اخطأ يحاسب. لان انا مصري وحضرتك مصري، مش احنا مثلا هنود واللي بيشتمنا مصري. لا، حضرتك لازم يعاقب ولازم يحاسب، لان وصلت لمرحلة من مراحل الغضب الانساني. انا شاب لما اشوف الشكل ده لازم هيجي لي احباط. ايوه. وبناء على ده انا على يقين ثقة، شوف بقول لحضرتك ايه، ان هذا كل شخص اخطأ او تجاوز او خرج عن الاطار العام للسلوك هيحاسب. طبعا هيحاسب. عشان حضرتك تبقى عارف طبعا، لان مصر بلد القانون وبلد مصر بلد قانون. مصر دوله تحترم القانون، قيادتها بتحترم القانون، شعبها بيحترم القانون، كله بيحترم القانون ما عدا حد واحد الحقيقه. بس بعدين بقى. تمام. لكن خلينا برضو نروح للشخصيات العامه، تعريف الشخصيات العامه، واذا طلع حد سب الشخصيات العامه كيف يتصرف؟ والله بص يا فندم، الشخصيات العامة الأول لازم نقسمها عشان نعرف الأول إحنا بنهاجم مين. شخصية عامة وطنية ومصرية ومحترمة وملتزمة، ده لا يملك أحد إنه يغلط فيها، لأن هي بتتساوى معاه في الوطنية، بتتساوى معاه في الحقوق، وبتتساوى معاه في الواجبات. لو شخصية عامة متجاوزة بتفسد بتتجاوز بتعمل ضد مصلحة الدولة، بتعمل ضد مصلحة كيان ما، ممكن تطلع تتجاوز معاه، لان ساعتها هو بيبقى خرج عن الاطار المنظومه نفسها. ايوه. لكن شخصيات عامه محترمه ومهذبه ولا تتجاوز مع احد وبتحترم الدوله، تطلع حضرتك تقعد تنتهك فيهم في منصه مفتوحه وهو مش عارف يرد عليك، وعنده اب وعنده ام وعنده بنات وعنده اخوات وخال وعم وجد. ايوه. الناس اللي بتشوف ده محدش سأل نفسه ايه الضرر النفسي اللي بيقع على البني ادمين ده؟ ازاي انا بقى قاعد بتفرج على منصه بتاعه بلدي؟ خلي بال حضرتك قبل ما تكمل في النقطه دي، لانه النهارده انا قلت في بدايه الحلقه حتى انا ابني بيقول لي هو انتوا بتسكتوا ليه؟ في النادي الاهلي، لان هناك بعض الامور التي تحدث خلال هذه الفتره واكيد حضرتك عارفها، فهو بيقول لي هو انتوا بتسكتوا ليه؟ عشان في مبادئ.
قلت له احنا بنحترم نفسنا ويعني عمرنا ما بنحبش الغلط وما بنحبش ان احنا نرد على اي حد بيغلط، حتى امورنا لما بنيجي نوضحها بنوضحها بالشكل ولكن دائما للصبر حدود، لانه انا خايف ان حد يتهور مثلا يحصل لا لا، لكن دائما دائما قناه النادي الاهلي ما تلتزم بالقانون، مجلس اداره النادي الاهلي ما يلتزم بالقانون. شوف يا فندم، في مثل في الصعيد عندنا مش عارف بيقول ايه، ست جيرانها بيوصف كده الست اللي بتتجاوز يقول لك دي ست جيرانها. فالست اللي تطلع تقعد تسب جيرانها وتشتم الجار ده والجار ده والجار ده بقت ست الجيران، صح ولا غلط؟ عدم الرد هنا لان حضرتك عندك مبدا، حضرتك عندك قاعده بتمشي عليها، حضرتك عندك انت بتحترم نفسك. ايوه ده بس ده في اي حاجه مش في 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 قانون يا فندم، يعني القانون ما يمشيش فيه الكلام. انا اقول لحضرتك حاجه، المفروض الناس اللي بتشتم دي انا اوجه لها رساله، مش عايز تتشتم ما تشتمش، مش عايز تتشتم ما تشتمش. حضرتك القانون في مصر هيطبق، يعني هيطبق واي شخص يظن انه اعلى من القانون يبقى واهم. لا طبعا احنا واثقين في ان القانون سيتم تطبيقه، وعشان كده دايما لكن بقى هنا بيتبع الاساليب القانونيه. هنا حضرتك بقى انا بانذر بقى بحاجه، ايه هي؟ حضرتك برضو حط نفسك مكان الناس اللي بتتشتم، ما انت عمال تشتم هنا وتشتم هنا وتشتم هنا وانا ساكت وده ساكت وده ساكت، وبعدين تشتم تشتم تشتم، الناس تطلع تحاول ان هي تاخد حقها، ما تتوقف وما تعرفش تاخد حقها. الخطوة التانية لما انا اجد نفسي لما لجأت للطريق المشروع ما جابليش حقي، هتحول لايه؟ لايه يا فندم؟ لازم هتتحول لشخص خارج على القانون وهترتكب جريمة، انك هتروح تاخد حقك بايدك. كلام منطقي. انا لما بقى قاعد في بيتي ويبقى مثلا جنبك زي ما حضرتك قلت لي جنبك بنتك وجنبك امك وجنبك ابنك وجنبك وانت عمال تتشتم وبيتقال فيك ما قاله مالك في الخمر، ورحت عملت بلاغ وما خدتش حقي، هعمل له ايه؟ تعرف حضرتك ان بالمناسبه وحضرتك بتتكلم كده، بعض البرامج الرياضيه في مصر اصبحت بلس 18 على طول، تيت تيت تيت، تسمع تيت دي طول الوقت. ما هو يا فندم برضو خليني اقول لحضرتك على حاجه، ما هو ما فيش برامج رياضيه بتخرج عن الهدف بتاعها التثقيف الكروي والحديث الرياضي وتقول للناس الاخبار، لترجب واحد تفتح له مساحه لمده ساعه ولا ساعتين يقعد يشتم امه لا اله الا الله بلا تمييز، يبقى حضرتك ما تقولش عليها برامج رياضيه، لانه دي اسمها البرامج اللي بتشتغل لحساب حد، دي اسمها البرامج اللي بتسيء لكيان ما. اشتغل بس بعيد عن الرياضة، لأن يا فندم الرياضة أخلاق، عمرها ما دخلت في الكلام ده. الرياضة أخلاق، الرياضة أخلاق، الرياضة بتعلم أجيال، الرياضة بتربي أجيال، زي الكلام اللي احنا يعني طبعًا دايما بيقوله لنا في النادي الأهلي طبعًا. ولا عمرها راحت أو يعني في حاجات قليلة جدا، ولا عمرها راحت محاكم، ولا عمرها راحت إقسام، ولا عمرها راحت في حتة خالص من الكلام ده، إلا في وقت معين من ظهور شخص معين أو أشخاص بعينها، وبالتالي احنا عايزين نرجع الرياضة مرة أخرى لدورها. انا هسال يعني اسال حضرتك سؤال، انت عمرك شفت راجل في مجال الرياضه لما يختلف مع شخص يقول له امك وخالتك وعمتك وجدتك؟ ولا في اي مجال، ولا في اي مجال، صح؟ طيب حضرتك النهارده الرياضه بتعلم ابنك ازاي او بنتك ازاي يبقى سلوكه طيب، مظبوط، ازاي يبقى خلقه حسن، لكن لما تجيب طفل وبيحب كيان ما رياضي ويفتح ويتفرج على واحد بيهتم في الناس دون حساب. ما انا قلت لحضرتك ايه اللي حصل. حضرتك عايز لا لا انا قلت لحضرتك الطفل إيه هيعمل ايه. انا قلت لحضرتك ايه، عارف ايه اللي حصل؟ جه ابني قال لي هو انتوا ساكتين ليه؟ اهو هو فلان ده بيطلع هو يشتم الكابتن خطيب ويشتم مجلس اداره النادي الاهلي ويشتم النادي الاهلي ويقول كلام مش مظبوط بالدليل وبالبرهان وبالاثباتات. بص يا فندم انتوا ساكتين ليه؟ يعني انت ساكت ليه يا بابا؟ اولا الفاشل دايما دايما تلاقيه بيبحث عن مبررات، والفاشل دايما تلاقيه بيحاول يعلق أخطائه وفساده على المحيطين، لكن الناجح الواثق من نفسه واللي بيحترم الشيء اللي بيمثله أيوه ما بيعلقش، بيبحث عن سبب مشكلة وبيشتغل عليها.
تمام. لكن مش يطلع يقول لك ايه ده النادي الفلاني فيه لا مش عايزين نتناظر ولكن انا بتكلم بشكل عام طبعا ده النادي الفلاني فيه وفيه 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 انا ماليش دعوه النادي الفلاني فيه وفيه انا احقق بطوله واشتغل على نفسي واعمل حاجتي واثبت نفسي من خلال المجال اللي انا بشتغل فيه واحقق نتيجه لكن ان انت تروح تقول اصل ده عشان نجح عشان كده لا طب ما تنجح زيه طب ما تشتغل في سكوت ايوه فما تشتغل في صمت ايوه لكن انت النهارده عندك خلاف انت النهارده كابتن اسلام الشاطر عندك قضيه جبت محامي خصمك يشتم المحامي ليه مش عارف عشان غير سوي خصمك يشتم المحامي لانه ما يعرفش قواعد واصول المهنه وشرفها حضرتك انا من مكاني ده بقول لحضرتك كلمتي والكلام ده عشان يبقى واضح للناس كافه لا يجرؤ حد انه يهدد محامي او انه يمنعه من الظهور في المحكمه او انه يفكر انه يعتدي عليه زي ما واحد يقول للواحد في التلفزيون انت لو رحت المحكمه انا هضربك لو رحت المحكمه تضربه دي المحكمه ده في حد بيقول كده يعني بيجيب حقوق الناس ايوه طبعا يا فندم دي المكان اللي بتجيب حق الناس تقول له لو رحت هضربك يعني ده لا انت بتحترم محكمه ولا بتحترم قانون ولا بتحترم تشريع طبعا كل الاحترام لكل المحاكم وكل القضاة لان هم دول قضاة البلد وهم دول اللي دايما بيبقوا واقفين في النص في كل شيء الحقيقه قضاة مصر مش عشان انا محامي بس فعلا قضاء مصر قضاء شريف جدا والنيابه الموقره دي بجد طبعاً. فيها رجال الواحد بينحني اجلالا لعلمهم والفهمهم طبعاً. والعدلهم ولكن بتجد انه في بعض الاحيان بيقف حدوده هنا لانه بيحصل ايه اللي انا قلت لحضرتك عليها المناعه ده بنوكيو بقى للمحاماه زي ما قلت لحضراتكم بعض الصفات في الاول بنوكيو بعض الصفات اللي بتبقى موجوده في بعض الاشخاص في كل المجالات لو حضراتكم شفتوا التقرير اللي في الاول اللي هو عن بنوكيو هتعرفوا ان في حد في الرياضه وفي حد في المحاماه وفي حد في كل حته في كل المجالات هنستريح شويه سيب حضرتك نستريح شويه وبعد الفاصل هنرجع نكمل لانه حوار ممتع وقانوني 100% اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ طارق حضرتك قلت عن تهديد لاي محامي امام المحكمه طيب هل من الممكن ان في محامي يضرب محامي جوه المحكمه هي حصلت في الفترات الماضيه وكذا مره كنا بنقول يا جماعه خلوا بالكم ان في شخصيات بتخرج عن اطار القانون وبتستخدم البلطجه والعنف ولكن بقى انا بقول لحضرتك من دلوقتي وبعد التواصل مع شباب محامين مصر ايوه وشيوخ واساتذه محامين مصر اي محامي هيدخل المحكمه هيتجاوز او هيخرج عن القانون او هيتجاوز في حق زميله سوف يحاسب ولن يترك ودي حصلت قبل كده زمان كتير وكان في احد ناس بتستخدمها ده نهجها ودستورها واسلوبها ايوه يا فندم فبقت تفتكرت ان هو ده الشيء خلاص اللي هيفضل يستمر النهج اللي هيعيش بيه لكن لما بقى في شرفاء في المهنه دي وفي ناس ما بتخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى او ان هي تخالف القانون غير كده لا ايوه يا فندم فعشان كده انا بقول اي شخص موتور هيعتقد ان هو هيحاول انه يعتدي على محامي في محكمه او يهدد محامي في محكمه عشان يمنعه من ممارسه رسالته والله لن يترك لا من شباب محامين مصر ولا من شيوخ محامين مصر لا يعني ولا من مفصل كلمه لن يترك ازاي لن يترك يعني ساعتها حضرتك هو هيجد الحساب وحساب شديد وعنيف سواء من الناس اللي في النقابه او الناس اللي بتتغير على مهنتها وما ترتضيش ابدا انك تنال من محامي بيدافع عن الناس فترهبه انه ما يستخدمش الحق الدستوري اللي اكتسبه من خلال الشهاده الجامعيه اللي حصل عليها انه يدافع عن الناس فما اعتقدش ابدا ان في الفتره الجايه حد
الشخصيات اللي بتستخدم لغة التهديد دي ما اعتقدش انها هتعرف تعمل حاجة الفترة الجاية دي نهائي. خلاص انتهى الكلام ده ولن يحدث مرة اخرى ولن يسكت. بس سمعنا الكلام ده كتير. ما انا اقول لحضرتك على حاجة، احنا الدولة دي فيها كم مليون مواطن؟ 100 مليون مواطن. نعم. احنا الميت مليون دلوقتي بيعانوا من ايه؟ من شخص، شخص واحد. ده انا مش عايز حضرتك رد. انا اقصد ليا مقصدي، اعتبرني بقول اي كلام، ولكن الدولة تعاني من شخص، شخص واحد شتم رياضيين وسياسيين وقضاء ونيابة ورجال أعمال. أيوه. وفنانين ولاعبي كرة وإذاعيين ومحامين، لم يترك فئة من فئات الشعب إلا وتجاوز في حقها. أيوه. لم يترك شخص من شخصيات الرجال، هو رجال الأعمال أو رجال الدولة أو أي مكان، لم يسلم من لسانه. وعشان كده كل مرة حضراتكم كنت تسمعوا، لكن احنا في دولة جديدة، في دولة محترمة، دولة القائد بتاعها مؤدب والقائد بتاعها بيحترم القانون. فبناء على ده لما يجي فرد في هذه الدولة يعتقد انه هو اكبر من الدولة، لا، هنتكاتف وهيقف الشرفاء امامه. واحنا على يقين ثقة، شوف بقول لحضرتك ده، انا يقين ثقة ومطلق قناعة ان كل الشرفاء هيتصدوا للموضوع ده، وان هذا الانسان الذي يتجاوز لن يجد مظلة، لان احنا دولة مؤدبة، دولة قانون، رئيسنا مؤدب، دولتنا مؤدبة، والقانون هيتنفذ يعني هيتنفذ، والدولة هتنفذ القانون يعني هتنفذ القانون، مفيش حد اكبر من القانون. ومن هنا احنا بنقول احنا كناس او كمواطنين مصريين او كاشخاص بنحمل الجنسيه المصريه ونشرف بها، ايوه فندم، بنلتمس من كل من يملك اصدار قرار انه يرفع عنا هذا البلاء، يرفع عنا هذه الاساءه وهذه البذاءات وهذا التجاوز. حضرتك زي ما قلت لك، من اساء العقاب، من امن العقاب اساء الادب. وعشان كده انا بقول للحركة، انا عندي يقين في ان الناس اللي بتقودني انا كطارق كمواطن مصري لن تسمح بده تاني خلاص. طبعا، لان في ظل وجود رئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة طبعا راجل شريف، قلت دولة جديدة ودولة مؤدبة، راجل مؤدب حتى في عز خلافات دولتنا كلها مع اي حد لم يخرج بكلمة، لم ما سمعت الصوت حتى وإساءة. فما اعتقدش ان لما يبقى رئيس دولتي بهذا الكم من الادب وهذا الكم من الرقي الاخلاقي. أيوه. ويجي واحد من رعيته يبقى قليل الادب بالشكل ده. ولكن هل من الممكن ان يتم اتخاذ خطوات قانونيه؟ والله احنا بنناشد القياده السياسيه بتاعتنا. في مثل سيء بينحدر بالمستوى الأخلاقي في الدولة. أيوة. وبينحدر بالمستوى السلوكي في الدولة، وبيؤدي إلى حالة احتقان شديدة ما بين طوائف الشعب. من فضل حضراتكم، الناس النهاردة قاعدة بتتفرج على النموذج ده وبتقول هل هذا النموذج أعلى من القانون ولا هيطبق عليه القانون؟ تمام، عايز أخد حضرتك في جزء تاني، الرياضة، نفسك تشوف الرياضة ازاي بقى خلال الفترة اللي جاية؟ نفسي اشوف الرياضة ازاي؟ الرياضة طول عمرها في مصر رياضة راقية، وكل اللعيبة في أي المجالات طبعا الرياضية أصحاب وبيحبوا بعض. الجماهير، احنا لحد فترة فاتت كانت الجماهير بتسقف لبعض في الاستاد، ما كانوش في حالة الاحتقان ده، وانك انت عايز ده يضرب ده وعايز ده يتخانق مع ده. انا نفسي اشوف الجماهير زي ما شفتهم في كأس الأمم الأفريقية، كل راجل أسر رايحة، زملكاوي جنب أهلاوي جنب إسماعيلاوي جنب اتحاداوي. إحنا مصريين، إن حضرتك تخلع مني مصريتي وتضع داخلي صفة عشان أحقق ليك غرض شخصي بحت
يبقى كده الامور. تعرف حضرتك الرياضه زمان او التشجيع زمان يعني 2004 مش من زمان قوي يعني كنا دايما بنبقى سعداء وكانت بتبقى فيها المناوشات اللطيفه دي طبيعيه على طبعًا. فكره ما بين كل جماهير الانديه في العالم أكيد. كله مش في مصر بس اكيد في العالم كله ولكن دلوقتي الامور زي ما حضرتك قلت اصبحت رايحه في اتجاه ليه صعب جدا عشان المشجع بيتفرج على القدوه بتاعته وهو طالع يقول الواحد امك خالتك عمتك لكن فانت مستنيه لكن ده مش قدوه مفيش قدوه بالمنظر ده ما هو انت اللي حطه دلوقتي كده انت اللي وضعه بالشكل ده واحد عنده مكانه رياضيه ولكنه مش قدوه ما هو انا بقول لك يا فندم انت النهارده الطفل الصغير ده ما يعرفش يفرق لا لا ما استطعش التفرقه فلما بيبقى التفرقه اهله يقولوا له والده ووالدته يقولوا له ما هو انت ده نموذج بيطلع عليك كل يوم يصدر للولاد وللبيوت ايوه بدأت حضرتك الرياضه اخلاق تمام الرياضه ادب الرياضه روح رياضيه مظبوط مش ان انا اقول لك ده مرتشي وده حرامي دي مش رياضه لا 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 يبقى نبطل بقى الرياضه وكل واحد فينا يمسك سيف واللي يزعل التاني يضربه ما هو ده لكن الرياضه معروف طول عمرها هي ايه الرياضه معروف طول عمرها اهدافها ايه الرياضه معروف هي رايحه فين فانا اتمنى واتمنى وعندي ثقه اتمنى وعندي ثقه إن الدولة المصرية دولة شريفة دولة مؤدبة أيوة فهم. والمرة دي إحنا مش لن نصاب بخيبة أمل لأن خلاص لقد بلغت القلوب الحناجر فأتمنى إن يكون في رد إن أنت تطمني إن القانون بيطبق في البلد بشكرك جدا يا أستاذ طارق الرسالة وصلت طبعا ومشرفتني ونورتني وإن شاء الله الرياضة تبقى أنا أحسن أنا اللي تشرفت بحضرتك القادمة. جدا يا كابتن إسلام وأحب أنهي الكلام مع حضرتك يقولوا دايما بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم أنا بشكرك جدا يا أستاذ طارق شرفتني ونورتني شرف ومثال رائع الحقيقة للمحامي المحترم ربنا يخلي حضرتك يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ طارق جميل سعيد زي ما حضراتكم شفتوا هننتقل إلى فقرة أخرى هنتكلم فيها في أمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي في الإنشاءات وفي كيفية السنتين اللي فاتوا حصل فيهم إيه علشان نصل لهذه الخطابات اللي معانا المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان في حوار خاص جدا في الفقرة القادمة اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين فقره هامه جدا هنجيب فيها على الكثير من الاسئله التي تخص النادي الاهلي في وجود المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان سياده العميد ازي حضرتك يا فندم مشرف منور كابتن اسلام ازي حضرتك شياكه وجرفطات حمراء وشغل جامد ربنا حضرتك ايه الحمد لله والله كله تمام الحمد لله الحمد لله دائما ما تكون هناك ملفات كثيره جدا على طاوله المدير التنفيذي للنادي الاهلي عايزنا نبدا منين ولا خلينا نبدا الاول بحديث الساعه حديث الساعه هذه الايام وايه رايك ما يحدث في الوسط الرياضي شوف يا كابتن اسلام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاول قبل اي حاجه يعني لازم ننتهز الفرصه اللي احنا قاعدين فيها كده مع بعض واول حاجه نعملها ندعو للشعب المصري والانسانيه والعالم كله لربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء والوباء اللي صاب العالم كله اللي هو طبعا. النهارده احنا في حاله كلنا تجميد ومحدش عارف لسه لغايه وقتنا هذا في تفسير وندعو للمصريين وندعو لكل من اصابه هذا المرض بالشفاء العاجل وربنا يخفف علينا كلنا طبعا فدي اول حاجه لازم نتكلم عليها لان المفروض اللي هي دي الحاجه اللي كانت تشغل الدنيا كلها وتشغل العالم كله وتشغل الناس كلها ما احنا بنتطرق في حاجات محدش عارف مين هيعيش بكره ومين هيخرج من هذه الازمه شكلها عامل ازاي بدليل اللي احنا لغايه وقتنا هذا مش عارفين الحياه هتعود لطبيعتها ازاي ولو عادت ايه هي القيود اللي هتبقى موجوده علينا لان لازم الناس تفتكر ده كويس قوي نعم حط ده قدام عينيك هتلاقي نفسك انت النهارده هتاخد خطواتك اللي جايه كل اللي بيحصل في الوقت الحالي ده يعني انا شايفه ده خروج عن النص التام فاهم ازاي النادي الاهلي ليس طرف فيه النادي الاهلي عمره ما كان سبب في مشكله على مدار تاريخه من 1307 من 1907 107 113 سنه ده تاريخ النادي الاهلي
يمكن انا اتشرف النهارده اللي انا قاعد في مكاني ده ضمن بشوات ويعني وبهوات سواء كانوا في مجلس الإدارة النادي الاهلي او سواء تولوا الاداره التنفيذيه في النادي. فدايما عايزين نفكر نفسنا كده ايه المشكله اللي النادي الاهلي تسبب فيها على مدار تاريخه. هتكتشف وانت قاعد اللي مفيش مشكله النادي الاهلي تسبب فيها او تصدر لها، بل بالعكس النادي الاهلي دائما ما يكون الطرف لحل المشاكل، دائما ما يكون المؤسسة التي تساعد الدولة في حل المشكلات، دائما هي المؤسسة التي تعين الدولة بدورها الوطني بالإضافة إلى كثير من المؤسسات. فده النادي الأهلي اللي انت شايفه النهاردة والأحداث اللي بتحصل النهاردة دي هي يعني ملهاش غير تفسير واحد، هو مش النهاردة بس الحقيقة بقى فترة وعلى طويلة. فترة طويلة كبيرة جدا. فخلينا احنا يعني نسرد الموضوع بخطواتها. ايوه يا فندم. النهارده دور النادي الاهلي ايه؟ او من هو مسؤول في النادي الاهلي ايه؟ او ما هو مسؤوليتك تجاه المجتمع في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي يحترم ويلتزم بالميثاق الاولمبي واللوائح والقوانين الدوليه التي تحكم الرياضه على مستوى العالم. واول حاجه في هذا الميثاق كان عدم خلط الرياضه بالسياسه. وده اللي النادي الاهلي متمسك بيه، والنادي الاهلي كان بينادي بيه طول عمره. واحنا ملتزمين بيه. واخلاق النادي الاهلي ومبادئه طبعا. واخلاق النادي الاهلي ومبادئه. هذا الاطار اللي يمكن اتفسر في كثير من الاوقات بصوره خاطئه. عدم خلط السياسه بالرياضه شيء، ولكن وطنيه النادي الاهلي وجماهيره وجمعيته العموميه ومجلس ادارته لا احد يزايد عليها. مظبوط. مش من حق حد يزايد عليها. ومش من حق اي مخلوق النهارده يتهم او يكون سبب لغرض ما لتشويه صوره النادي الاهلي، لان ده مش هيحصل. ويمكن ناس كتير جربت، ولكن النادي الاهلي بيفضل زي ما هو. احنا النهارده موجودين في مكاننا، بكره احنا مش موجودين، ولكن احنا على طقنا امانه اقسمنا قدام ربنا سبحانه وتعالى وتعلمنا كده طول عمرنا، اللي احنا لازم زي ما استلمناها هنسلم الامانه واحسن منها ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين ان شاء الله. فده المنطلق اللي انت بتشتغل بيه، وده ما عهدناه الحقيقه في كل مجالس ادارات النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. ما ينفعش النهارده نزايد، ولكن النادي الاهلي ملتزم بعدم خلط الرياضه بالسياسه. تمام يا فندم. كل ملفاتك الشائكه خلال الفتره اللي فاتت وما قبلها وما قبلها وما قبلها، تمسك النادي الاهلي بهذا القرار او النهج بالميثاق الاولمبي، نعم، والنهج اللي العالم كله اتخذه، لان طبعا الناس ما وصلتش لهذا الاتفاق الا بعد احداث كتير حصلت على مستوى العالم. مظبوط. احداث كتير حصلت من احداث شغب ليه ليه ليه، ولكن عشان كده وصلوا النهارده لميثاق. الرياضه اساسها ايه؟ الرياضه دي اساسها الاخلاق. الاخلاق، السلام، التنافس الشريف. ايوه يا فندم. فاهم ازاي؟ يعني كلها ليه، حط بقى تحتيها 100,000 حاجه. هو انت النهارده اول حاجه الطفل بيقف قدام علم بلده وبيبقى عنده انتماء اما بيخش المدرسه. طب قبل ما بيخش المدرسه اول حاجه بيبقى النادي. نادي بيبقى انتماءه للمؤسسه اللي هو فيها، ايا كان بقى، نادي، مركز شباب، اي مكان هو بينتمي ليه، ده اول حاجه بتربي عنده الانتماء للوطنيه لبلده. مظبوط. خلاص، ده كلام رائع يا فندم، لكن ماذا يحدث في الوسط الرياضي؟ لا، ما يحدث في الوسط الرياضي هنا بقى هنقف، وانا يعني تسمحوا لي والجماهير النادي الاهلي ويعني واعضاء الجمعيه العموميه، يمكن انا هتطرق لحته سياسه لانها بقت اصبحت كلها ملتفه حول بعضها لحين كافه المؤامرات التي تحاك ضد جمهوريه مصر العربيه، مصر القويه بمؤسساتها، تنتهي ان شاء الله على خير. وده ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه في القيادة السياسية اللي موجودة. طيب حضرتك عايزنا نبدأ من سنتين فاتوا وكمية اللي حصل خلال السنتين اللي فاتوا، ولا سيب لك أنت البداية؟ اللي أنت عايز. أنت هبدأ أنا معاك النهاردة بمنتهى الصراحة. بالنادي الأهلي. بأسلوب النادي الأهلي. طبعا. بنوصل رسالة للناس. أتمنى اللي هي يكون مفهومها يوصل في النهاية يعني. فأنت عايز تبدأ زي ما أنت عايز. خلينا نبدأ يا فندم بأن النادي الأهلي خلال السنتين اللي فاتوا بيتعرض إلى حملات ممنهجة ومنظمة، كيف تعامل النادي الأهلي ومجلس إدارته ومسؤولي التنفيذيين في هذا الموضوع؟ أنت بقالك سنتين ونص النهاردة
وبرضه مش عايز اقول سنتين ونص لانها كانت ما قبل السنتين ونص برضه. ونرجع تاني برضه لفتره يعني مجلس كابتن حسن ومجلس كابتن صالح، ولكن هي ابتدت بتعلى في مجلس كابتن حسن، وده نتيجه اللي انت يمكن من 2002 ل 2014 النادي الاهلي عمل طفره اداريه وطفره رياضيه وطفره عالميه في مستوى الرياضه وبالاخص كره القدم طبعا، لان هي دي اللي تهم الجموع، والنادي الاهلي نادي كوره. بالاضافه الى الالعاب الاخرى نعم اللي النادي الاهلي برضو وصل فيها للعالميه. فانت النهارده النادي الاهلي انت خمسة، ولم يقصر دائما في الاهتمام ببطولات الالعاب الحمد لله. انت نعم. النادي الاهلي النهارده خمسة كاس عالم، وهو ده كان التارجت الاساسي لمجلس اداره النادي الاهلي كابتن حسن حمدي بدايه من 2002 حتى 2014. ما قبلها كان كابتن صالح سليم، النادي الاهلي كان بطل وتكرم اللي هو نادي القرن ببطولاته القاريه ببطولاته المحليه دون مجاملات طبقا لمعايير. قبل ما حضرتك تكمل لا خليني لا معلش قبل ما حضرتك مش عايز اخش في حوارات اخرى. لا مش هنخش في حوارات اخرى، انا هخش في حوارات مش عايز الكؤوس اللي حوالينا بعد اذنك. لا حوارات الكؤوس اللي حوالينا افتح يا زميلي الكادر كده ورينا واحنا بنتكلم، وحضرتك بتتكلم عن البطولات والكؤوس، هي دي الدواليب اللي بيتحط فيها الكؤوس والبطولات الكثيره جدا، مش امور اخرى يعني. يمكن فيها لكن انا بتكلم على المنظر اللي احنا شايفينه. يمكن في يعني كاسات موجوده في دولاب في الصالون وموجوده فيه وغير اللي في المخازن، غير في مدينه نصر، غير في الشيخ زايد، وهو ده النهج اللي انت ليه انت بتعمل كده عشان تخلي ولادك يشوفوا ده بعينيهم. طيب النهارده كان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، وانا مش عايز بقى اتكلم على كابتن محمود الخطيب، لان لو اتكلمت على كابتن محمود الخطيب رئيس هيقول لك اصل هو عشان مدير النادي، ولو اتكلمت عن كابتن محمود الخطيب اللي هو بقى الشخص اللي كلنا معلش انا اسف يعني. انا بقى حضرتك اتكلم براحتك وطبيعتك. احنا عارفين طبيعتك وجمهور النادي الاهلي عارف طبيعتك. ما حدش يقدر يزايد على اخلاق كابتن محمود الخطيب او اخلاق كابتن حسن حمدي او خلاص. فكابتن محمود الخطيب اما انتوى يدخل مجلس اداره النادي الاهلي اول حاجه اختارها الشعار اللي هيخش بيه ايه؟ فاهم ازاي؟ هناك شعارات كثيره اتقالت خلال الفترات اللي فاتت، ومن اهمها كان الاهلي فوق الجميع اللي فيه كثيرين المغرضين، مش حد، الكثيرين المغرضين دايما بيفسروه غلط ودايما بيوصلوه للناس باسلوب غلط. فانا طول ما انا عندي حاجه ضغينه جواك هفهمها كده، لكن هو لا، احنا شرحناه اكتر من مره، كابتن عادل القوية شرحه اكتر من مره، الاعلام شرحه اكتر من مره، النادي الاهلي فوق الجميع يعني ايه ده؟ دي هتلاقيها بقى في سياق الكلام اللي احنا بنتكلمه، ازاي بتفضل مصلحه النادي الاهلي فوق مصلحتك الشخصيه. ايوه فهم. زي في الاخر برضو مصلحه الدوله المصريه فوق الجميع طبعا، ان هذا هو الصالح العام لينا كلنا اللي لازم الناس تفهمه. ما هو انت نادي الاهلي النهارده من غير الدوله المصريه القويه ولا حاجه، مش هنبقى موجودين صح. فاللي بيحصل ده هناك من له غرض يوميا، اللي الشعب المصري ما بقاش مبسوط، الشعب المصري يبقى مشغول، المجتمع المصري والشباب يبقى فيهم فتنه بين مسلم ومسيحي، فتنة بين رياضة، ما هو ما يقدروش على الفتنة بين المسلم والمسيحي، هيقدر على الفتنة فين؟ بين الرياضة والشباب المندفع. عشان كده احنا بنقول النهاردة، وانا قلت كتير واللي هيسمعني هم عارفين كده كويس كتير، وجهنا كلام كتير، وكابتن خطيب رئيس النادي الاهلي وجه هذا الكلام كتير، يا شباب ما تخرجش على النص، حافظوا على نفسكم وما تنسقوش وراء الفتن، قوتك وقوة جمهور النادي الاهلي اللي هو في ظهر النادي الاهلي طبقا للوائح. انت النهارده شغلتك اللي انت تدي الحماس للفريق اللي هو يجيب لك البطوله في الملعب مظبوط خلاص. ودورنا كاداره او دور كلاعب او دور الاجهزه الفنيه الموجوده او عضو الجمعيه العموميه ملتزم كلا منا بدوره طبعا. النهارده الناس اللي بتتكلم هو مين اول محاسب بيحاسب النادي الاهلي وادارته ولاعبيه واجهزته الفنيه؟ مين يا فندم؟ الجمهور نعم. عشان دايما احنا لما بنقول النهارده الجمهور رقم واحد، يقول لك انتوا بتستغلوا مشاعر الجماهير، اقسم بالله ابدا. نحن نخشى ونخاف على اولادنا اكثر من اي حد. وكثيرا قلنا هذا الكلام، ويا جماعه دور النادي الاهلي التوعيه، وهناك ادوار اخرى لمؤسسات اخرى يجب ان تقوم بها تجاه شبابنا في المجتمع. نعم. ده الاساس.
خلاص. طيب مين بيحاسب النادي الاهلي؟ ادارته ولاعبيه واجهزته الفنيه؟ جمهوره. نعم جمهورك النهارده اللي شالك على كتافك على كتافه وبيهتف باسمك بعديها هو اللي بيهاجمك وهو اللي بينتقدك وهو ده حقه لانه هذا هو الجمهور وحق طبعا. جمهور اي نادي شعبي. لان انا النهارده لو انت حضرتك لاحظت وانتوا بتتابعوا هذا الكلام وانت عشان لاعب فحاسس باللي انا بقوله طبعا وهم الجماهير والاعضاء الجماعيه وما عارفين ده كويس. النهارده ما بقول الجمهور كم واحد ليه؟ الجمهور ده بكل فئاته دايما الوزير والغفير والعامل والراجل الاعمال والدكتور الطبيب الضابط كل الفئات على مستوى الانديه الجماهيريه. خلاص يمكن النادي الاهلي حظه ودي لازم نعترف بيها اللي انت الاكبر شعبيه عربية أفريقية محلية. مش هنضحك على بعضينا لأن هي دي الحقيقة. دراسات ده حقيقة وواقع اتعملت في هذا الكلام. حاولوا يقولوا أي حاجة تانية. الأكثر اللي الناس كمان استعجباه واللي أنت النهاردة دي قضية ليس قضية النادي الأهلي فقط دي قضية المجتمع. اللي هو اكتشفوا اللي هناك مجموعات كبيرة جدا خلاص بجميع الفئات كبير وصغير وشباب ودكاترة بيحبوا النادي الأهلي وانتموا للنادي الأهلي أكتر من أي حاجة. فدي مشكلة بس دي مش مشكلة النادي الأهلي دي مش مشكلتنا كلنا كمجتمع. إزاي توصل له للنادي الأهلي من غير دولته المصرية يا ابني مش هتلاقيه مش هيبقى موجود يا فندم. النادي الأهلي دوره اللي الرياضة المصرية تبقى قوية عشان النادي الأهلي يبقى قوي. النادي الأهلي دوره النهاردة اللي الدوري يبقى قوي الكاس يبقى قوي اللي كل الانديه تبقى قويه. ليه؟ هنرجع بالتاريخ شويه. اتفضل يا فندم. مصر كسبت كاس امم افريقيا كم مره والاعوام بتاعتها كانت ايه؟ 6 8 10 جميل يعني مؤخرا يعني في هذا الوقت النادي الاهلي افضل نادي. النادي الاهلي وصل يمثل مصر في كاس العالم الانديه كم مره؟ حوالي 4 مرات. اذا النهارده 5 مرات وعشان ما نبقاش احنا اللي بنقول او الناس تدعي علينا لا دي حقيقه. النهارده المنتخبات القوميه في فتره من الفترات بيمثلها النادي الاهلي لانه عنده طفره. هناك فتره من الفترات بيمثلها نادي الزمالك. هناك فتره من الفترات كان بيمثلها نادي المقاولين. هناك فتره من وهكذا. فدي الانديه دي اللي بيمثلها في الفتره دي. النادي الاهلي كان دايما موجود ان هو شريان الحياه الرياضيه خلاص. وبدليل اللي انت النهارده كسبت بطولة افريقيا مرتين في وقت كان فيه توقف للدوري والرياضة المصرية بالكامل. وعلى الرغم كل ده النادي الاهلي النهارده كسب في الوقت ده ما كانش فيه دوري ما كانش فيه منافسات ما كانش فيه كله كان متوقف ولكن النادي الاهلي فقط كان بيلعب في افريقيا وده كان ارادة ربنا سبحانه وتعالى في ظل هذه الخلافات فكان هو مصدر السعادة الوحيد للشعب المصري وليس جمهور النادي الاهلي. تعرف انا اتذكر يا فندم ان كتبت الصحف اليابانيه عند وصول النادي الاهلي الى كاس العالم في ذلك الوقت ازاي فرقه ما عندهاش دوري وتاخد بطوله ما عندهاش دوري عام محلي وتاخد بطوله قاريه وتصل الى كاس العالم انديه وتؤدي بهذا الشكل وتسمت المعجزه الانجاز. يمكن انا بقى كان ليا برضو يعني الحمد لله رب العالمين قدر ربنا سبحانه وتعالى انت بتبقى موجود في اصعب فترات الحمد لله وكنت قريب كنت لاني مدير المقر وكنت اول مسؤول امني موجود فكنت قريب. فانت بتتكلم ازاي النادي الاهلي بيلعب في افريقيا وبيفوز في افريقيا ومفيش دوري ازاي كافه العاملين في النادي الاهلي واللاعبين في النادي الاهلي بياخدوا مستحقاتهم بالكامل دون مساس ومفيش اي موارد ماليه ولكن كان ربنا سبحانه وتعالى كان كابتن حسن بيجي مع كابتن الخطيب مع ال 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 مجلس الاستاذ خالد الدرندلي مع مجلس يتكلموا ازاي نوفر ده لدرجه اللي انت النهارده ودي برضو من ضمنها يعني ايه الاهلي فوق الجميع. كان عندك فرصه ان انت تكمل انشاءاتك وتعمل وي والقصه دي كلها ولكن ما كانش في موارد. كابتن حسن جه قال لي انا شخصيا كابتن حسن حمدي قال لي انا شخصيا في 5 مليون جنيه في النادي يا تاخدوها وتفتحوا فرع الشيخ زايد وتشطبوا المبنى اللي ما تشطبش وي يا اما قبض الموظفين والعمال بتوعك تختار ايه؟ قلت له لا الموظفين والعمال طبعا. رغم ده لو كانت عمل وكان عندنا القدره نفتح ونحط يافطه ونعمل لكن احنا قلنا ايه؟ وقال كده اللي يجي بعدي هيكمل اللي يجي بعدي هيستمر. ده النادي الاهلي استمراره لغايه وقتنا هذا من 1907 لغايه النهارده 2020. خلاص طيب
كابتن الخطيب اختار ايه عشان ما نروحش بعيد؟ اختار عائله الاهلي. طيب يعني ايه عائله الاهلي؟ يعني الطفل، يعني الشباب، يعني المراه، يعني الرواد، يعني العامل ومصلحته العامل، يعني الموظف، يعني يعني حاجات كتير جدا حضرتك بتحطها تحت هذا العنوان. من هنا ابتدينا في هذا الكلام. خلاص طيب. هناك مفاهيم خاطئه لدى الغير. النادي الاهلي مراخيره لفوق، النادي الاهلي محدش بقى يتكلم معاه، جمهوره يا جماعه لا، تعالى النهارده اطلب من اي حد قياده او عضو جماعه في النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، اقف عشان خاطر بلدك وعشان خاطر مصر، اول ناس هتموت عشان خاطر بلدك. صح. ليس كلام ولا شعارات. صح، ليس كلام ولا شعارات. خلاص، فده كان الاساس. اصل لو الاهلي ما علمش الانتماء، مين اللي هيعلم الانتماء؟ كل الانديه، احنا مش عايزين كل الانديه طبعا بتعلم الانتماء طبع. وكل الانديه، النادي الاهلي علاقته طيبه بكل الانديه، علاقته طيبه بكافه المستويات الحمد لله رب العالمين. خلاص، ولكن انت عارف ان انت البطل، فعارف ان لازم يبقى فيه تخبيط، لازم تستحمله، وده دورك. حفاظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي. طيب انت بقالك سنتين ونص اتعرضت لاكبر حمله شرسه جدا جدا من الاعلام، اكبر حمله شرسه جدا من المؤامرات الداخليه والخارجيه، وكان الرهان، الرهان اللي كابتن محمود الخطيب لغايه وقتنا هذا متمسك بيه، وحده الصف ووحده المجلس وقرار المجلس ووحده الجمهور واعضاء الجمعيه العموميه والاداره، واحنا بنقول هذا دايما، ومصلحه البلد اهم من كل ده. قبل كل ده بقى طبعا مصلحه الدوله المصريه ومصلحه مؤسسات الدوله المصريه. خلاص طيب، معلش في النقطه دي تحديدا قبل ما نكمل، البعض في الوقت ده تحديدا بيقول ان هناك خلافات واختلافات في مجلس الاداره، تقول له ايه؟ اقول له النهارده قرار مجلس الاداره هو الوحيد الذي يعبر عن راي مجلس الاداره. نعم، هذا القرار بالاجماع يبقى هو ده رد على كل التساؤلات. يا فندم، طب اخر قرارات اتخذها النادي الاهلي، الثلاث قرارات الاخيره، كافه القرارات اللي اتخذها المجلس الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كلها بالاجماع، كلها بالاجماع، كلها بالاجماع، ده مثبت يا فندم بالورق، مثبت بالورق ومثبت بالمحاضر الرسميه اللي بتروح للجهه الاداريه وبتتعرض، كل ده مثبت بالاجماع. انت اصل التشكيك للبلبله، خلي بال حضرتك، انا عارف طبعا، لكن انا بقول لحضرتك ليه الكلام ده؟ علشان نوضح للجمهور النادي الاهلي مجلس ادارته بيعمل ايه، او كيف يتصرف مجلس اداره النادي الاهلي. شوف، طول ما انت قوي، طول ما انت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى، يا فندم، طول ما انت بطل لازم يبقى ليك اعداء ولازم يبقى ليك احقاد. لكن هو الجديد، الجديد اللي احنا شفناه، الامور خرجت عن نطاق الاحقاد او نطاق النقد، دخلنا في نطاق مستوى متدني من الاخلاق. مظبوط يا فندم. ليه بقى يا فندم؟ ليه؟ لان انت النهارده بتعمل المستحيل والنادي الاهلي ما بيردش عليك. النادي الاهلي ماشي في خطه في ظل هذا الكلام. انت عملت اول دستور او اول لائحه للنادي الاهلي اللي كانت حلم كل الاهلاويه، زي الاستاد محل الاهلاويه. يعني ايه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي كابتن حسن بمجلسه كان بيتكلم عليها، وكابتن حسن والمجلس كابتن صالح سليم، اللي هو انت النهارده هو ده الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار في تحديد مصير مصير النادي الاهلي، هي من لها الحق في اختيار من يمثلها، هذه الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق في هذا الاختيار. وانت لائحتك دي، هذه اللائحه قام على اشرافها اساتذه قانونيين على اعلى مستوى، قام على اشرافها مجموعه من الرياضيين على اعلى مستوى، مجموعه من الفنانين على اعلى مستوى، وتم مراجعتها لغويا كل ما يخطر على بالك. يا فندم تم. خلاص ليه؟ عشان ده اسمه دستور او لائحه النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي هتطبق على الكل، من اول رئيس النادي للعامل اللي شغال في النادي لعضو الجمعيه العموميه، دي لائحه كلنا مرتبطين بيها، كلنا بنطبقها. طيب بمناسبه اللائحه دي، لانه السؤال الاهم اللي هو هنطلع بس فاصل وارجع اسال حضرتك السؤال الاهم، السؤال الاهم، ماذا فعل النادي الاهلي خلال سنتين ونص تعرض فيهم النادي، او تعرضت عائله النادي الاهلي خلال فتره سنتين ونص الى الصوت العالي ضد النادي الاهلي في، مش انا عارف، لكن مش هحدد حد، لكن صوت عالي كبير جدا، ايه اللي حصل بالاوراق وبالمخاطبات وايه اللي عمله النادي الاهلي؟ هنشوف ده ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. وقفنا عند فندم ماذا فعل مجلس إدارة النادي الأهلي طوال سنتين ونص للحفاظ على حقوق جمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية وردع المتجاوزين؟ خلال السنتين ونص وخلال تولي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، التزم النادي الأهلي وما زال ملتزم النادي الأهلي بالطرق القانونية واللوائح التي تحكم الرياضة المصرية، التي تحكم المؤسسات داخل مصر. فالنادي الأهلي من أول يوم النهاردة في أي حاجة خروج عن النص كنا بنلجأ للقانون بالكلام. لسه كنت هقول حاجة بالكلام، مفيش كلام، هو بالورق وبالمستندات وبكل حاجة عشان خاطر الناس بس تبقى عارفة. ده فايل كبير جدا لأن انت بتلاحظ، خلي بالك اللي فيه شباب يقول لك ده ضعف. النهارده انت وصلت لمرحله، وده مؤشر خطير جدا لازم الناس تاخد بالها منه ومؤسسات الدوله بالذات. النهارده ما تيجي تقول الصمت لغه العظماء تلاقي الناس بتتريق. انا ابني سالني سؤال نفس اللي حصل معايا، انا لسه كنت بقوله، واكتشفت اللي فيه زملاء كتير ليا في مجال عملهم اولادهم ابتدوا يسالوهم، هو يا بابي لو انا عملت كده هيحصل ايه الجيل اللي جاي؟ قلت له يا بابا هتحبس. ما انت عامل فيها ضابط ومدير النادي الاهلي يا ابني، في قانون النادي الاهلي علمنا احنا نحترم القانون. هو ده اللي انت بتربيه في اولادك. طيب النادي الاهلي خاطب استاذ الكاتب الصحفي المحترم مكرم احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام كم مره؟ 13 مره، 13 خطاب حضرتك بتوجهه للمجلس الاعلى للاعلام ممثلا في شخص الرجل المحترم الاستاذ مكرم احمد. النهارده ال 14 اعتقد، النهارده ال 14 انت النهارده بقى النهارده كمان هو ده اللي خلاص. طيب 13 خطاب معانا على الشاشه برضو حضرتك بتتكلم، اتفضل يا فندم. التجاوزات خلاص. طب ليه وهفضل هنفضل نبعت وطول ما هنسلم الرايه هنبعت ليه؟ احنا النادي الاهلي متمسك بقيم ومبادئه لان الكابتن محمود الخطيب عارف من مسؤولياته وعارف ايه مين اللي في رقبته. فالنادي الاهلي كبير جدا يا جماعه، النادي الاهلي كبير ولكن مصر اكبر من الكل. كابتن محمود عارف كويس قوي الحاله اللي فيها مصر النهارده. انت مصر النهارده عندها مشكله في حدودها الغربيه ومشكله في سد النهضه، يعني في حاجات ما ينفعش احنا نخلط السياسه بالرياضه، ولكن في ناس عارفه كده. وفي الغرف المغلقه احنا بنقدر هذا جيدا طبعا، وكل واحد قاعد على كرسي، مش على كرسي بقى، رئيس النادي او العامل اللي شغال في النادي او عضو الجمعيه العموميه اللي قاعد على الكرسي بره بيقدر هذا تماما. فانت النادي الاهلي مش بقاش مشكله، انت مقدر هذا ومقدر الاحداث اللي بتدار حوالينا، ولكن حفاظ على حقوق النادي الاهلي عشان حد يجي ينسى بنفكره. 13 خطاب ل الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام. طيب ده بدايه من 10/1 حتى تاريخ اليوم 10/6/2020، من 10/1/2019. من عشان كده بقول لك سنه سنتين 10/1/2019 انت بتخاطب. ل 10/1/2019 تمام يا فندم. ل 10/6 ل 10/6 النهارده بقى 2020 اللي هو الجواب رقم 14. الجواب رقم 14. طيب خاطبنا مين تاني؟ 15/1/2019 خاطبنا رئيس لجنه القيم والاخلاق في اتحاد الكوره. خاطبنا الكوره السابق، اتحاد الكوره السابق. خاطبنا دولة الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. خطيبنا المستشار محمد كنسوه رئيس اللجنة القضائية للقيم والأخلاق باللجنة الأولمبية، ودي لازم نقف عندها. يا فندم اتفضل. ليه؟ ليه يا فندم؟ أما بعتنا نخاطب اللجنة الأولمبية سيادة المستشار محمد كنسوه، وأنا أتذكر هذا جدا، كابتن خطيب ساعتها كان في العملية الجراحية اللي الناس كلها كانت بتسأل عليه وبتطمن عليه، وكانت هي الاخطر بس احنا ما كناش بنتكلم، والحمد لله رجع بالسلامه وكان لسه في فتره النقاهه والمفروض اللي هو ما يخرجش. سياده المستشار قال طالما انت قدمت الشكوى لازم اسمع الشاكي بنفسي. طب يا فندم في وكيل عنه؟ قال لك بعد اذنكم ده قانون لازم اسمع الشاكي بنفسه. اما بلغنا كابتن محمود، طب يا كابتن بلاش دلوقتي، طب ناجلها شويه، كابتن محمود قال لا، احترام للقانون واحترام للقامات الموجوده انا لازم اروح. معلش توضيح صغير، هو انت بتقدم شكوى وبتروح تقول تتكلم؟ طيب اوكي عشان بس الناس تفهم. طبعا انت ما بتقدم شكوى لازم هناك اقوال الشاكي. مظبوط. خلاص في جهات بتسمع للموكل او لوكيلك اللي انت الوكيل اللي انت وكلته،
بيبقى المستشار القانوني طبعا او القانونيين وهم اصحاب اقامات في النادي الاهلي الحمد لله وناس محترمه جدا طبعًا. جدا جدا ما حدش زاد عليهم. وفي ناس النهارده بتقول لا سياده المستشار محمد الكونسوه اثر على وجود الكابتن خطيب في ظل كان تعبان جدا. كابتن لم متاخرش دقيقه نزل ورحنا قعدنا. طيب سمع اقوال قد ايه؟ اي حاجه للنادي الاهلي الكابتن ما بيتاخرش عليها الحقيقه. سمع اقوال قد ايه؟ قد ايه يا فندم؟ ساعتين ونص ثلاث ساعات ما يقرب من ساعتين ونص او ثلاث ساعات. وانا فاكر الفتره دي ما كانش بيقدر يقعد كتير. ما بيقدرش يقعد كتير فاهم ازاي؟ ورغم كل ده احتراما لدوله القانون احتراما لسياده القانون. طيب. كم خطاب للجنه الاولمبيه؟ كم خطاب يا فندم؟ اربع خطابات ومن يومين كان الخامس. اوكي افيدونا يا جماعه افيدونا. تمام بعديها السيد الوزير المحترم الدكتور اشرف صبحي وانا اعتقد كان من قبله الاستاذ الدكتور المهندس خالد عبد العزيز كمان وكان قبليه ده المهندس خالد عبد العزيز ده كان قصه ثانيه. انا بكلمك بقى في تاريخ 15/1 اللي هو التاريخ 15/1 15/1 انت خطبت مين فاهم ازاي؟ ده غير يعني انت انا بكلمك بقى بتواريخ مفصله تمام. 15/1 انت خطبت مين؟ خلاص خطبنا اللجنة القيم والأخلاق، خطبنا معالي دولة رئيس الوزراء، خطبنا المستشار محمدي كونسوة، خطبنا اللجنة الأولمبية ممثلة في رئيسها المهندس هشام حطب، خطبنا معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، خطبنا الأستاذ مكرم أحمد. عد بقى أنت بتخاطب مين؟ ده يوم أنت خاطبت كل الجهات اللي هو خلاص يعني يا جماعة فاضل كيل. طب يا فندم احنا كده وقفنا عند حضرتك قلت لكل الهيئات اللي حضرتك احنا كده وقفنا في يوم في يوم واحد، ايه اللي حصل عشان حتى وقتنا هذا لم ياتي الرد. خطبنا تفسر ده بايه يا فندم؟ خطبنا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وهو له في معزه في قلبي. ليه؟ لان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان الحمد لله يمكن من الناس اللي ربنا سبحانه وفقها في عملها اللي انا كنت مسؤول او من الدائره القريبه منه كشخص، فانا اعلم جيدا هذا الشخص وحبه لبلده وحبه لوطنه وايه اللي استحمله خلال هذه الفتره. لان برضه نفس القصه برضه كان هناك مؤامرات تحاك على البرلمان المصري سواء خارجيه او دوليه او داخليه لهدم البرلمان. ركن من اركان الدوله المصريه الاقوى اللي هو الركن التشريعي وكان الرهان من اول يوم ازاي المجلس ده مش هيكمل وكان الرهان للدكتور عبد عشان كده انا دايما بدافع عنه وبدافع عنه دون تحيز لان انا شاهد على العصر زي ما انا النهارده شاهد مع كابتن الخطيب على العصر او شاهد مع مجلس هذا مجلس الاداره مع على ما يحاك به. فالنهارده ما اقدرش اقول له انت لغايه وقتنا هذا ما اخذتش قرار ليه؟ لكن اقدر اقول حاجه واحده اللي انا اثق في هذا الرجل واثق في ربنا سبحانه وتعالى ما فيش بعد كده ثقه يعني اللي في الوقت المناسب وقت المناسب اللي كل الناس هتفرح مش هقول لك اصل الاهلي هو كل ده ما جاش وقت المناسب. شوف دايما وانت قاعد صاحب قرار لك من الخلفيات ولك من ال 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 يعني في حاجات انت بتبقى مطلع عليها تبقى عارف امتى تاخد القرار. طيب. لازم نحط حاجه واحده بس مصلحه تاني الدوله المصريه في كل اعتبار نتيجه الظروف كلها اللي بتمر بيها فهم هياخدوا القرار وانا متاكد من هذا الكلام بس في الوقت المناسب. بس هي مصلحه يا فندم مصلحه الدوله المصريه احنا كلنا عارفينها وده كله بالظبط الاخلاق والشرف وعدم الوصول الى ما نراه الان من كلام لان النادي الاهلي بيطالب بحقه. علشان كده احنا بنرجع نقول تاني ايه؟ هو فاضل كيل يعني هي فاضل كيل. فخطبنا مجلس النواب. تمام. النهارده خطبنا مجلس النواب، طب كم مره خطبنا مجلس النواب؟ كم مره فندم؟ اربعه، النهارده الخمسه. النهارده الخمسه. وعندنا ثقه في الله، لان انت كل اللي انت بتطالبه كل شوف كل الملف ده اللي انت بتقوله النهارده، ان هذا الملف اللي الناس مش عارفاه احنا يعني ده بنقوله ايه عشان الناس ما تنساش. الناس بتنسى، احنا متمسكين وما زلنا متمسكين وهنفضل متمسكين طول ما كابتن محمود الخطيب بمجلس ادارته موجود. هذا الرجل الاخلاق ما ينفعش انا هتكلم فيها، هنفضل متمسكين بمبادئ النادي الاهلي بتاريخ النادي الاهلي اللي الناس عايزه تتريق فاهم ازاي. من هنا هتيجي بقى لحاجه مهمه جدا قبل بس ما نروح لحاجه انا بس عايز اكد لجمهور النادي الاهلي ما فعله مجلس إدارة النادي الأهلي خلال سنة ونص زي ما العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قال لحضراتكم كم جواب اتبعته ولكن في النهاية مجلس النواب أربع جوابات اتبعته والنهاردة الجواب الخامس يا سيادة العميد النهاردة الجواب الخطاب النهاردة الخامس. الخطاب الخامس الحقيقة لدكتور
علي عبد العال رئيس مجلس النواب يعني بتقوله في ايه الجواب؟ او يعني انا قريته طبعا في البدايه، بتقول في ايه يا فندم؟ او طيب. النادي الاهلي بيطلب في النهايه ازاء ما سبق. معلش نقراها تاني لان مهمه. اقراها للناس تاني، الخطاب على الهوا معايا. اقراها للناس تاني. ازاء ما سبق، وبعد ان اصبح القانون لم يعد طريقا كافيا للحصول على الحقوق المشروعه في وجود حصانه برلمانيه تحمي كل تصرفات صاحبها السيئه دون رادع قانوني، لذا برجاء التفضل بموافاتنا بالطريقه المشروعه التي يجب ان يسلكها النادي الاهلي ومجلس ادارته للحصول على حقوقهم القانونيه من رئيس نادي الزمالك المتجاوز، خاصه واننا على ثقه بان مجلس النواب ورئيسه حريصون كل الحرص على وحده الصف بين ابناء الوطن الواحد وعدم اشعال الفتنه في الوسط الرياضي. ده كان مهم جدا، ورسائل عديده قالها مجلس اداره النادي الاهلي في هذا الخطاب. طيب ايضا خطاب اخر النهارده من الكاتب او الى الكاتب الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وهو ايضا كان هناك ثلاث خطابات تم توجيههم الى ثلاث بلاغات تم توجيههم الى سياده النائب العام المستشار حماده الصاوي كيفية الردع، أو ثلاث بلاغات بيجب أن يكون هناك ردع للمتجاوز على حسب القانون المصري. عايزين نعرف تفاصيل الموضوع ده فندم. شوف هو ده يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. يا فندم. مبادئ وتاريخ ازاي تحافظ عليهم. تاريخ مبادئ تطوير، يمكن هي في ظهري موجودة بالصدفة. تاريخ مبادئ تطوير. مبادئ تطوير اللي مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي متمسك بيها. خلاص أنا اللي عايز أقوله زي ما أنت بتتكلم. النهاردة إحنا بنعمل ده ليه؟ عشان نحافظ على حقوق النادي الأهلي. ما بتردش ليه يا كابتن خطيب؟ بصراحة ربنا ما قدرش أقول يا خطيب، يعني يا كابتن خطيب ما تردش ليه؟ مش عشان حاجة، ما هو أنت راجل الناس كلها عارفاني على فكرة. الحمد لله رب العالمين، ولكن أنت بتعمل الآن في العمل العام. العمل العام ده ليه ضوابط. ازاي يبقى عندك النهارده قدره على عدم الانفعال، وقدره طبعا. زي ضبط النفس، وضبط النفس في هذه المؤسسه النادي الاهلي مؤسسه كبيره عريقه لديها من الشعبيه، لازم يكون عندك قدره على ضبط على النفس. ضبط النفس لان في امور كثيره جدا. طيب خلاص. النهارده وامبارح انا حتى بدات بكلامي في هذا الموضوع النهارده في حلقه اليوم، انا شخصيا يعني انا هتكلم عن نفسي، قعدت اضحك الحقيقه لما لقيت ان هناك بعض الاعلاميين وهم قله الحقيقه، وبعض البوستات اللي بتتكتب على الفيسبوك او على كل مواقع التواصل الاجتماعي بتقول لك ايه؟ هناك الحقوا، هناك تراشق ما بين قناه النادي الاهلي وقناه نادي الزمالك، واخرهم النهارده على فكره حازم امام مثلا في الاذاعه كان بيتكلم، ما سمعناش صوت حد من الناس دي خالص طوال سنه ونص بدايه من 15/1. لكن خد بال حضرتك احنا ما فيش اي تراشق من عندنا خالص، وفي نفس الوقت ما عندناش رد فعل، وفي نفس الوقت احنا بقالنا او النادي الاهلي بقاله هبتدي من يوم 15/1 بقاله سنه ونص منتظر ماذا او منتظر رد. خلينا بس خلينا ما نزوقش الكلام، الناس فاهمه كويس قوي والناس عارفه كويس قوي، ولازم انت عندك الجمهور اللي وراك واعضاء الجمعيه العموميه اللي وراك كبير جدا 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 يعني خلاص. وارجع اقول تاني ما هو انت عندك ولادنا وشبابنا انت رايح لفتنه. انت خطبت السيد وزير الداخليه من ضمن الخطابات يا فندم احنا رايحين لفتنه. السيد وزير الداخليه رغم ان المؤسسات انا عارف بقى كويس قوي وزاره الداخليه بتتعب ازاي دون تحيز، عارف كويس قوي المؤسسه العسكريه بتتعب ازاي دون تحيز عشان محدش يقول احنا عشان كده النادي الاهلي ما بيحبش يخش، ولكن احنا عارفين كويس قوي. عارف كويس قوي انت بتعمل ايه عشان تكافح الارهاب، عارف كويس قوي انت بتعمل ايه عشان نقضي على فتنه موجوده في الشارع المصري، عارف كويس. فممكن تيجي على نفسك شويه وبيجي لك تليفونات كتير، لو سمحت تعالوا على نفسكم معلش اصل ده مش عايز اقول يعني بيتقال ايه، فما تاخدوش على الكلام، ناخدها بنضحك. احنا وصلنا لهذا الكلام، لكن الشارع بس الموضوع تعدى الضحك دلوقتي يا استاذ العميد. خلاص انت بص في فرق بين اللي انت النهارده تنقد او تطلع تدافع عن حقوقك زي بالزبط. ما كابتن حلمي طولان قال هو لازم ابقى قليل الادب عشان بدافع عن حقوق الزمالك، ما انا راجل مؤدب انا بدافع عن حقوق النادي الاهلي. فانا عايز اقول حاجه يا جماهير النادي الاهلي يا اعضاء الجمعيه العموميه، اطمئنوا هذه المشكلات اللي هي بتيجي عشان خاطر النادي الاهلي هدفها الاساسي
النادي الأهلي ما تديش فرصة. النادي الأهلي نادي وطني يحترم كل مؤسساته وله دور. النادي الأهلي نادي تربوي عارف دوره التربوي كويس قوي. النادي الأهلي نادي الأخلاق عارف كويس قوي إزاي يعلم أخلاقه. وخدنا خلال الفترة اللي فاتت في السنتين ونص دول بس غير قبل كده عشان بس ما نقولش قرارات تربوية من غير ما حد يفرضها على حضرتك قرارات تربوية في حق لاعبين في النادي الأهلي وأجهزة فنية خرجت عن النص رغم اللي فيه كثير. دي المبادئ اللي تربينا عليها دي المبادئ اللي تربينا عليها فدي قرارات تربوية اللي احنا نعملها. فانت النهاردة النادي الأهلي ما زال متمسك بهذا ما زال متمسك بالحفاظ على حقوقه ولن يتهاون فيها بس بالقانون. الناس بقى اللي طلعت تراشق والقصة دي كلها هو انت النهاردة ايه من 24 ساعة اللي فاتوا انا واحد من انا شفت حاجه ما انا ممكن ارد على هذا الاسلوب بس ده النادي الاهلي متمسك بمكانه متمسك بمبادئه متمسك بتقاليده. اعلامك النهارده اللي موجود ده منبر كتير جدا من الناس بتتفرج عليه. خلي بالك هيطلع شباب متحمس في ناس مش هيعجبها. الناس النهارده بقت مستنيه الماده اللي انت اسلام اتخانق مع محمد ومحمد اتخانق مع ده غلط. في عندنا حاجات اهم من ده في عندنا في بلدنا النهارده. احنا قاعدين بنتكلم في ايه ومحدش عارف هيعيش بكره او يخرج. انا النهارده وطبعا انا اسف اللي انا هخرج بس دي حاجه كويسه. انا اتصلت بصديق كابتن وائل عزت او العميد وائل عزت ربنا يشفيه كان اصيب بكورونا. كابتن وائل عزت اللي يعرفه ما شاء الله كان ازاي النهارده هو بيكلمني في التليفون لا عيدوا حساباتكم وفكروا 100,000 مره لان احنا محدش عارف ربنا يشفيه ويقوم بالسلام. وقال لي وصل رساله كابتن خطيب ويمكن هوصلها اللي هو بيدعي له اللي انت يا كابتن ربنا يعينك على اللي انت فيه. وقال لي انا دعيت له خلي بالك وقال الناس عارفه والله وائل عزه توصل هذه الرساله النهارده. ففي حاجات مواقف قبل ما انت تيجي تتكلم انت بتشوف انا ورايا ايه مين مسؤولياتي اللي في رقبتي يا فندم. كل مسؤول بس الموقف ده فندم قبل ما تكمل موقف مهم جدا لان ده بيورينا قد الناس خايفه على صحتها وكل حاجه ولكن قد ايه متمسك بالنادي الاهلي قد ايه شاغل نفسه باللي بيحصل جوه النادي الاهلي وهو عنده كورونا يعني ربنا يشفيه طبعا ويقومه بالسلامه يا رب ويشفي كل المصريين ولكن شغله الشاغل هو كيانه النادي الاهلي لان الموضوع بقى صعب ان هو اتربى فيه اتربى فيه هو ده اللي خلاه ضابط شرطه ناجح هو ده اللي خلاه النهارده في المجتمع ناجح. يعني شوف بيقول لك ايه يعني هو الاهلي بيقول لك ايه بس النادي الاهلي هو اللي خلانا النهارده لينا اسماء عشان محدش ينسى الكلام ده. النادي الاهلي هو اللي خلاك النهارده اسمك محمد مرجان في المجتمع المصري. ايوه يا فندم فانت لازم تحافظ على ده وتقدر كل واحد قاعد على كرسي دي كراسي دي وده برضو على لسان بقى يعني كابتن محمود من الحاجات الجميله اللي انت بتسمعها في مجلس الاداره يا شباب الكراسي دي كان عليها بشوات افتخروا بناديكم افتخروا بناديكم دايما حسوا الانجازات اللي بتعملوها ما تفضلوش تسمعوا نقد سيب ده سيب ورميه. ولكن احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها احنا مستغرب جدا هو ايه المناسبه لكل هذا الكلام عايز نوصل لايه عايزين نوصل لايه لهذا المستوى المتدني من الاخلاق مش هنوصل له. خلي بالك يمكن كان في موقف في برج العرب حصل مش ملعبنا يا فندم مش ملعبنا خالص خالص وحصل الموقف اكتشفت ان الناس كلها سعيده انا الوحيد الحزين لانك انت وصلتني. ويمكن جالي المستشار احمد جلال ابراهيم لغايه عندي وانا قاعد وانا اتذكر هذا كويس وهو يطلع يقول استاذ احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بارك لي على المكسب وقال لي افرح يا محمد ما تشغلش بالك بالكلام دوت احنا في الاول في الاخر مكسب وخساره. جالي كابتن احمد عبد الله نادي الزمالك قال إذن أنت النهاردة هناك من له غرض في إحداث فتنة رياضية في الشارع المصري وفي الرياضة المصرية لحساب مين؟ هو ده علامة الاستفهام اللي عايزين نسأل عليه. والمستشار أحمد جلال إبراهيم ابن الرياضة بس رجل رياضي وابن إداري كبير جدا في نادي الزمالك مستشار جلال إبراهيم. هنكمل كلامنا فندم مع حضرتك ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كلام هام جدا يخص النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سيادة العميد يعني انا عارف ان انت كنت بتشتغل في الداخليه والشرطه وكنت قريب جدا من او الدوائر القريبه جدا من متخذي القرار. هل ده اداكوا اولويه كنادي اهلي طبعا في اتخاذ اي قرارات ولا دايما بتنظر الى تطبيق القانون؟
تطبيق القانون يدي أولوية ايوه لكل شيء. احنا النهاردة نلاقي اللي بيبحث عن ايه، او الراجل الغلبان في الشارع، او الراجل المسؤول، او الراجل المواطن المصري، المواطن المصري عامة. تطبيق القانون الناس كلها ترتاح خلاص. ولكن بحكم اللي انت كنت موجود في يوم الايام بقرب من قيادات اصحاب قرار، طبعا انا بالنسبه لي طبعا لواء صلاح سلامه، وهو في ناس كتير عارفينه يعني، كان دايما يقول لي كلمه انا واحنا مروحين، يقول لي يا ابني طول ما ايدينا نظيفه اعمل الصح، ولكن المؤمن كيس فطن، كيس فطن وليس كيس قط، كيس فطن. بمعنى هتعمل الصح عشان تاخد توصل لحقك طبقا للقنوات الشرعيه، طبقا ورغم اللي انت قادر، رغم انك قادر ان انت تاخد حقك بالذراع، بس في الاخر ما ينفعش، انت وراك مسؤوليه لازم تطبق القانون. النهارده لو انت ما طبقتش القانون على نفسك ما ترجعش تزعل من اللي بيحصل في الشارع. ده النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناه، يعني انت كنت تيجي تقعد مثلا مع كابتن محمود الخطيب في المبنى الاجتماعي فوق، او كابتن حسن حمدي عشان ما نتكلمش على كابتن خاطئ، كابتن حسن حمد خلاص في المبنى الاجتماعي، نبقى قاعدين فوق في التراس، كل رؤساء النادي يا فندم، التراس فوق ممنوع غير الاعضاء العاملين. تلاقي كابتن حسن او كابتن الخطيب جاله تليفون بعد اذنكم انا لازم اقوم انزل، حفيدي عايز حاجه وهطلع تاني. حفيده اللي هو عضو في النادي، عايز حاجه وهطلع تاني. طب ما يطلع له يقول لك يا ولد بالظبط، عيب اما تقول كده، نفذوا اللوائح على نفسكم قبل اي حاجه. انت بتتربى في ده، انت عايز ايه النهارده؟ بتتربى في ده. انت النهارده عايز توصل للناس ايه؟ احنا قادرين نعمل اكتر من كده، ما ده فيه الشك يا فندم، ولكن هناك مسؤوليه. مجلس اداره النادي الاهلي بشوات مصر، وطنيين في مصر لغايه وقتنا هذا قعدوا على هذه الكراسي خلاص. الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، انا ما بمثلش محمد مرجان، انت النهارده ممكن تقول لنا اسمين ثلاثه من كتر يعني، انت النهارده انا اكتشفت ان انا المدير ال 26 في تاريخ النادي من 1907 من 1907 انت النهارده انت حضرتك المدير رقم 26 مرورا بقى، ايوه مرورا، يعني اول مدير محمد شريف افندي كان لائحة الشرف دي يا فندم، دي لائحة الشرف، شوف يعني اسماء خلاص، بالاضافه لرؤساء انت بتفتخر بيهم، بكل رؤساء هسالك عليهم برضه النادي الاهلي بقى، هي دي فاهم ازاي، مرورا باب اسماء هتلاقي اللواء ممدوح محمود محرم، مراد بفهمي حسين، امين شوير، اللي هو كل واحد كان بيجي باشا مدير نادي عايز اما امشي سيرتي تبقى زي امين شوير، مظبوط، انا واحد من الناس عايز اما امشي تبقى سيرتي زي اثنين، سيرتي زي والدي اللي هو سعد مرجان طبعا، اللي هو بيقول لك اصل ده نصير الغلابه وحبيب العاملين، وسيرتي زي حماية الله يرحمه لو هو عاطف رزق اللي كان قاعد على مدير النادي الاهلي برضه الله يرحمه. ليه الكراسي دي؟ انا اسف يعني هنمشي كلنا من الكراسي دي، هنسيبها ونمشي، اللي هيفضل لنا ايه؟ صح، سيره بالظبط، بتلعب هتبطل، كل حاجه ليها بدايه وليها نهايه. اعمل ليوم ما هتمشي، ما تعملش وانت قاعد. وبعد كده مش انا المفروض اللي اقول اول كابتن الخطيب، وده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي، انا اقول على نفسي انا ايه؟ لا، انت الناس هي اللي بتقيمك. صح، المايسترو صالح سليم من اطلقه؟ وزير الدفاع من اطلقه؟ الاسطوره من اطلقها؟ فما سمعتش حد طلع لك انا اللي كويس خلاص، ده برضو لازم الناس تبقى عارفاه. ده النادي الاهلي. طب احنا النهارده بنخاطب مين يا جماعه؟ احنا بنخاطب جماعه عموميه، بنخاطب شباب هيحصل فتنه، بنخاطب مؤسسات دوله. احنا على علاقه طيبه بيهم جدا جدا جدا، أيوة. وهم يعلموا هذا جيدا جدا جدا، واللي احنا بنضع مصلحه الدوله المصريه في هذا الوقت على مصلحه النادي الاهلي او مصلحه اي حد، لان هي المصلحه العامه هي اللي هتؤدي للمصلحه الخاصه، ده النادي الاهلي. فندم، علاقه النادي الاهلي بكل الانديه في كل اللعبات، يعني بدايه كلها اعتقد احترام وحب ولا ايه؟ حضرتك قول لنا برضه، لان الحمد لله بص انت اللي عندك الملفات كلها. ما هو النادي الاهلي النهارده علاقته على مستوى الانديه، انت النهارده انا عايز اقول لك النهارده واحنا قاعدين من ازمه الكورونا، ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء،
للاعصار اللي هو سوء الاحوال الجويه و كانت البدايه سوء الاحوال الجويه. في اتصالات مستمره ما بين كابتن عادل شماله اخويا وصديقي العزيز مدير نادي هليوبلس، تامر علي كابتن تامر علي مدير نادي الشمس، مدير نادي المعادي، نادي الجزيره، في انت في انديه القاهره في علاقه الحمد لله بيننا وبين بعض، ودايما مش عشان حاجه بقى يعني مش عشان حاجه انت نادي الاهلي. عادل شماله ده اخويا الكبير سكندري طبعا، والاسم انا بقول لك كابتن عادل شماله ده اخويا الكبير كل الانديه يعني ماشي. اخويا الكبير النهارده ده والاتحاد، انا بكلمك على انديه القاهره فاهم ازاي، انا بكلمك على المستوى التنفيذي في الاول انديه القاهره، لان بعد كده في المستوى بقى الرياضي هتتعامل فيه مع انديه مصر كلها. بالظبط كده، هو ده هو ده اللي انا بتكلم فيه. ده النادي الاهلي ده بيتعامل مع كل الانديه، اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد ومنصوره، الناس كلها عايزه تشوف ايه. يا فندم نادي سموحه عايز يشوف لائحه النادي الاهلي. بالظبط. الاتحاد السكندري ناس محترمه بتحب النادي الاهلي جدا جدا طبعًا. جدا عايزه تشوف تتنسق مع النادي الاهلي، كل الانديه عايزه تتنسق مع النادي الاهلي، فدي علاقه النادي الاهلي بالانديه كلها. خلاص النهارده برضو في الاخر خالص انت النادي الاهلي عنده من اول، مين اول من اسس لجنه انديه في كره القدم؟ مين يا فندم؟ مين كان صاحب الفكر؟ كابتن حسن اعتقد. النادي الاهلي وكان رئيس لجنه الانديه، خلاص فهو ده اللي انت ده النادي الاهلي حاطط عنوان المصلحه العامه هي اللي هتخليني قوي، لانه في الاخر الكل بيخش في موضوع ايه؟ اصل اللي بيقول لك الاهلي فوق الجميع، فعلا الاهلي فوق الجميع، ولكن الا الدوله مصلحه بلدك بس. يعني مصلحه بلدك الاول وبعد كده الاهلي فوق الجميع في كل حاجه، وعندنا ثقه، ما عندناش مشكله، وعندنا ثقه في المسؤولين، وعندنا ثقه في مؤسسات الدوله وفي قانون دوله القانون، عندنا ثقه في هذا الكلام. فاحنا كل اللي بنقوله ايه؟ يا جمهور اطمنوا، يا جماعه عموميه اطمنوا. الناس اللي كانت بتقول ما بتردوش ليه؟ من سنتين اما كنت تقول له الصمت لغه العظماء يتريق، لغه الضعفاء لا يا فندم، لغه الاقوياء، لغه العظماء، هيبه النادي الاهلي لا تسمح اللي احنا، وبرضه في نفس الوقت مش هنفرط في حق النادي الاهلي. يعني اعتقد ان الرساله وصلت بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبمنتهى الاخلاق لكل من يريد ان يستمع بالعقل، هو ده اللي انا هقوله في هذا الموضوع. واحنا دايما ما بنتكلمش غير بالعقل، وزي ما حضراتكم شايفين نموذج لمسؤول تنفيذي، المدير التنفيذي داخل النادي الاهلي. ما ينفعش حضرتك تكون معانا يا سياده العميد وما اسالكش عن من المحتمل ان يتم فتح باب الانديه وعوده النشاط الرياضي خلال الفتره القادمه على حسب طبعا رؤيه مجلس الوزراء خلال الفتره اللي جايه. كيف استعد النادي الاهلي لهذا الموضوع، خصوصا ان الناس فاكره ان ثلاث شهور الناس قاعده يعني قاعدين بقى مريحين في المكاتب والدنيا مفيش سيارات، فقول لنا ايه اللي حصل؟ الحمد لله رب العالمين مفيش حاجه اسمها مريحين، احنا من اول يوم المطر والظروف الجو لغايه وقتنا هذا. كويس اللي انت حضرتك طبعا سالتني السؤال ده، لان لازم انا اوجه الشكر لكل المديرين الزملاء وكل العاملين في النادي الاهلي، واقول لاعضاء الجمعيه العموميه العاملين في النادي الاهلي والساده المديرين الزملاء الفريق العمل اللي بيشتغل وعلى راسهم ده في الوقت الحالي انا شرف ليا طبعا، بنبذل اقصى جهد وفي فارغ الصبر اللي انتوا ترجعوا تاني. العمل لم يتوقف ليوم واحد، اعمال الصيانه شغاله الحمد لله رب العالمين بصوره مستمره، ويمكن احنا برضو من ضمن المفات اللي احنا نجحنا اللي احنا نخلي 75% من تنفيذ اعمال الصيانه ذاتي النادي الاهلي، وده في حد ذاته الحمد لله رب العالمين كان نجاح. فانا بشكر واجي لهم كل الشكر واقول لهم ربنا يعينكم وخلي بالكم من نفسكم في هذه الظروف لغايه ما ربنا يعديها علينا. ولكن تعالى النهارده نرجع تاني بقى للسؤال اللي انت سالته. النهارده النادي الاهلي زي ما انا قلت برضو يعني ايه عمل مؤسسي؟ يعني رئيس النادي الاهلي ومجلس ادارته بيقول في ظروف احتمال، وكلنا بنتمنى عودة النشاط وعايزين وعودة الأعضاء، أنتوا جاهزين لاستقبال رئيس النادي يوميا أو بصفة مستمرة؟ لو هتلاقوه بيطلع دايما في الشيخ زايد، بيطلع دايما في مدينة نصر، بيبقى موجود في الجزيرة، بيشوف الأعمال السنة شكلها عامل إزاي. سؤال يسألوا لك وأنت ماشي أنتوا جاهزين، بعد بيجي فجأة ولا لا؟ ما هو مش مع كابتن محمود الخطيب مش ولا هتنام ولا هتعرف، هو بيجي فجأة وبيشوف ويلف بنفسه خلاص ويسمع ويشوف القصة دي كلها. فده يجي يقول لك أنتوا جاهزين تفتحوا؟ اقول له في اي وقت على مستوى ثلاث فروع؟ يروح الشيخ زايد؟ لا، يروح مدينه نصر الواحد يروح. فهو ده النادي الاهلي، فاحنا جاهزين النهارده نفتح. بس هو جه النهارده يا جماعه انتوا ايه طلباتكم؟ ده النادي الاهلي بقى عايز حاجه، هنتكلم في النشاط الرياضي لازم تسمع مدير النشاط الرياضي، صح؟ عايز حاجه في القانون لازم تسمع اللجنه القانونيه، عايز حاجه تسمع النهارده الكورونا دي
عودة الجماهير والحياة للملاعب قعدنا نعاني فيها قد ايه، واتهامات بالباطل واتهامات والكلام المرسل اللي بيتقال مش عايز نخش فيه برضو، لغايه ما وصلنا لوجهه نظر واحده، ايه هي؟ مين صاحب القرار الامن؟ انت تخوفك من ايه؟ تخوفي ما حدش عايز يتحمل مسؤوليه، احنا بنتحمل معاك مسؤوليه وبنراهن على وعي جماهيرنا وبنراهن على حب جماهيرنا وحب اعضاء للنادي الاهلي. خلاص طيب مطلوب ايه؟ مطلوب هتجيب واحد وهتجيب اثنين، الشركه الافريقيه شركه محترمه، شركه تذكرتي نظام بيع التذاكر رغم ان النادي الاهلي كان عنده نظامه، ولكن التزمت بمؤسسات الدوله. ليه؟ عشان انت كنت عايز الجماهير ترجع. النهارده النادي الاهلي عايز الدوري يرجع، النادي الاهلي عايز الحياه ترجع، النادي الاهلي عايز الرياضه ترجع والنشاط الرياضي، النادي الاهلي طبعا شايف بدون رياضه الشباب هتطلع طاقتها فين؟ غير البطوله. طيب عشان نرجع، ايه المطلوب؟ منتظرين قرارات وزاره الصحه والتعليمات، لان كلنا كل مؤسسات الدوله لازم هتسمع كلام مين؟ وزاره الصحه. وزاره الصحه والسيد رئيس دوله رئيس مجلس الوزراء عشان يقولوا الضوابط لعوده النشاط الرياضي او عوده فتح الانديه. بس تعالى بقى اما ترجع الانديه هتيجي تخش ما تلتزمش بالضوابط، تيجي تقول اصل هم اللي سمحوا لنا ننزل، ولا هتتحمل مسؤوليه؟ إذا كنت حضرتك بتقول إن رئيس النادي وهو بيقول لك حفيده نزل له بس، يبقى أنت النهارده فلازم أعضاء الجمعية العمومية هيستفيدوا، على كل عضو جمعية عمومية وعلى كل الاتحادات وعلى كل الأندية الالتزام بهذه الضوابط، ويا أعضاء الجمعية العمومية كلنا بنتحمل مسؤولية. يعني إيه نتحمل مسؤولية؟ في إجراءات ابتدينا إحنا نتحرك فيها، الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع والنادي الأهلي بيسلك دائما هذا النهج في كافة مشروعاته الكبرى، التعامل مع مؤسسات الدولة. خلاص انشاءاتك، جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه، الاداره، الهيئه الهندسيه، اجهزه سياديه، فاهم ازاي؟ طيب بوابات في عروض كتير جدا، الهيئه العربيه للتصنيع ليه؟ لكفاءتها، في نفس الوقت انت واثق ضامن القصه دي، احنا اتعاقدنا على بوابات في خلال ايام ان شاء الله تبقى موجوده، ليه؟ بوابات معقمه اللي هو التعقيم، بوابات تعقيم وكشف حراره، بحيث النهارده هتيجي العضو، هيجي حضرتك ملتزم بالكمامه بتاعه حضرتك، هتيجي هتخش النادي كشف الحراره لو عاليه هنقول لك بعد اذن حضرتك لازم تروح، لان انا برضو مش الجهه اللي اقدر اقول تشخيص طبعا، انا هقدر اقول لك لازم تروح، ولكن زي ما احنا عملنا مع العاملين وعاملين كشف ومتابعه ليهم كل يوم الحمد لله رب العالمين، وبنحاول نساعد في الاطار النظم واللوائح وفي الاطار المقدرتنا اللي الدوله المصريه موفراه، والحمد لله الحمد لله لغايه وقتنا هذا الامور عندنا على ما يرام الحمد لله الحمد رب العالمين لله. ولو في اي حاجه هنخطر بيها، لان هذه الشفافيه انا مؤسسه، هو ده اللي مطلوب دايما من مؤسسه النادي الاهلي. اخيرا وانا قدامي دقيقه او يمكن دقيقتين، الانشاءات في النادي الاهلي في الثلاث افرع، أنا عارف إن في شغل كبير جدا جدا بيتعمل. هناك أكبر طفرة دون تحيز يعني في تاريخ النادي الأهلي إنشائي. مش دعوة بالصيانة ومش دعوة بالتشطيب الحاجات، هناك أكبر طفرة إنشائية، أنت داخل في أكثر من 20 مشروع إنشائي كبار. خلاص؟ تعال نروح مدينة نصر، طبعا هي أخذت الجانب الأكبر. عندك أكبر منطقة فوت كورت النهاردة موجودة على مستوى أندية الشرق الأوسط. منطقة ترفيهية في مدينة نصر، حمام الأمواج والقصة دي كلها. النهاردة أنت بتعمل الاسكواش، النهاردة أنت بتعمل جراش وبتاخد خطوات عشان تعمل الجراش. الشيخ زايد النهاردة برضو، عشان الشيخ زايد النهاردة برضو لازم ياخد نصيبه، فأنت النهاردة بتسعى أنهيت أو بتنهي مبنى البنوك وبتبحث النهاردة إزاي يبقى في شهر العقاري موجود. النهاردة عندك صالة سكواش، مبنى سكواش كامل بثمان ملاعب، عندك مبنى صالة كاراتيه، عندك صالة جمباز موجودة، بتبني المبنى الاجتماعي، هو ده اللي انت بتحرك فيه. الجزيرة طبعا احنا عملنا صالة جمباز طورناها بالكامل، الأرضية بتاعت الأمير عبدالله الفيصل، التكليف في صالة الشهداء بالكامل غيرناه، صالة الكاراتيه وده كان وعد رئيس النادي لأعضاء الجمعية العمومية عائلة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي في الكاراتيه. فأنت أكبر طفرة إنشاءات موجودة في تاريخ النادي الأهلي. تمام، يعني نتمنى يا رب ان الامور تستمر رب. ان شاء الله ان شاء الله الكورونا يعدي والنشاط الرياضي يرجع مره اخرى وانا بشكر حضرتك طبعا على وجودك معانا النهارده، ومن خلفك هذا الدولاب الرائع الحقيقه لكل بطولات النادي الاهلي. انا بشكرك يا فندم على وجودك معانا، مثال محترم لمدير تنفيذي محترم. شكرا كابتن اسلام. وفي نهايه بس الحديث انا برضو عايز اقول حاجه ثانيه، يا جماعه عموميه النادي الاهلي، يا جماهير النادي الاهلي، ضبط النفس، اطمنوا
عندكم مجلس إدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بيدافع عن حقوق النادي الأهلي طبقا للقوانين وطبقا للخطوط الشرعية. هو ده النادي الأهلي، مش هنخرج برا هذا الكلام. أنا بشكرك يا فندم على وجودك معانا. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان. كانت حلقة النهاردة طويلة، ولكن في النهاية زي ما حضراتكم شفتوا حاولنا نلم كل الأمور في مع العميد محمد مرجان. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي قريبا. أخيرا قبل نهاية هذه الحلقة، النجم الأسطوري الكبير، النجم الكبير كابتن مصطفى عبده، كل سنة وانت طيب. وكمان لعبة حلوة هو مصطفى عبده يجيب هد وشوطة حلوة. مصطفى عبده يجيب الثالث بقى، يجيب الثالث، يجيب الثالث هو. ضربة حرة غير مباشرة، لعبت حلوة وكان عنده بيحطها. مصطفى عبده شوط من بعيد حلوة. يا سلام يا سلام، برافو يا مصطفى، بحل عليه نجانجو والكرة العرضية يا باري يا سلام.